مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، مساء الفل على حضراتكم واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من الاهلي الليله. ان شاء الله يكون معانا النهارده ضيفين من الضيوف اللي ان شاء الله يكون ارائها مؤثره، دايما ارائها مؤثره. يكون معايا بعد الاخبار والانترو الكابتن الكبير الكابتن فوزي سكوتي نجم الاهلي والقائم باعمال مدير قطاع الناشئين الحالي بنادي الصيد. كمان هيكون معاكم الناقد الرياضي الكبير الاستاذ عصام شلتوت، ضيف مع زميل العزيز محمد سعيد بعد الفقرة الأولى، يكون الفقرة الأخيرة إن شاء الله. تعالوا نبدأ بأخبار النادي الأهلي زي ما احنا متعودين مع حضراتكم، والشاغل اللي بيشغلنا كلنا كأهلوية وهو اسم المدير الفني الأجنبي اللي هيجي النادي الأهلي. كلنا زي ما اتكلمنا امبارح، كل الناس يا جماعة احنا مش مستعجلين، يا جماعة نختار براحتنا، يا جماعة يا جماعة يا جماعة، وبعد خمس دقايق بالظبط هو مين اللي جاي؟ اسمه ايه؟ طب هو جنسيته فين؟ طب أمير سافر فين؟ يعني ده الطبيعي بتاع جماهير النادي الاهلي تحديدا. يعني عايزين نطمنوا على المدير الفني، عايزين يعرفوا شكله ايه، اسمه ايه، شكله يعني قصدي شكل الفن يعني مش شكله الهيئه يعني. فده طبعا حق مشروع، لكن اللي لازم تعرفوه وتطمنوا له دايما ان كل ما الوقت بيزيد شويه، يعني مش ممكن بعد ساعات نعرف اسمه ايه، ممكن بكره نعرف اسمه ايه بالكثير، يعني ممكن بعده بالكثير قوي، فالموضوع خلاص يعني في طريق الحسم. لكن دايما بندور احنا كاهلاويه على شكلنا في الاطار المطروح دلوقتي، يعني لجنه الكوره برئاسه الكابتن الكبير كابتن طاس استقروا، او لجنه التخطيط اسف، استقروا على ثلاث اسماء مدربين اللي هم دلوقتي في المتاحين اللي هو المتاحين لشكل النادي الاهلي، مش المتاحين على الساحه. يعني في اسماء كثيره جدا مطروحه، لكن احنا بندور على المتاح في شكل النادي الاهلي واللي هيفيدنا واللي عارف اسلوبنا، او اللي يعرف اسلوبنا يعرف يشتغل معانا، يشتغل مع الكيان الكبير النادي الاهلي، طموحاته جماهيره اللي ما بترضاش باي حاجه. فلازم يكون في شكل معين خصوصا بعد التجارب اللي فاتت. عشان كده ان شاء الله في خلال الساعات القليله المقبله ان شاء الله نعرف اسم المدير الفني. احنا بنقول كده قلنا امبارح الساعات القليله، لان هي فعلا خلاص لما تختار مدير فني فالوقت ممكن يكون كبير، لكن هو في نفس الوقت الوقت لما يكون كبير لكن احنا كأهلاوية مستعجلينه جدا. فان شاء الله ان شاء الله في خلال ساعات نكون عارفين مين المدير الفني. وانتوا عارفين طبعا دلوقتي النادي الاهلي كل صفقاته وكل اي صفقه بيحاول يجيبها، اي مدرب بيحاول يتكلم معاه، بيكون في خلال او في نطاق السريه التام. عارفين دلوقتي الاحداث بتكون ازاي، انت بتكلم مدرب حد بيروح يجيبه، بتكلم لعيب حد بيروح يجيبه، الموضوع يعني بقى خطف وحاجه كده مش بتاعتنا خالص. لكن احنا في النهايه لما تطرح بس اسم اللعيب عايز يجي لك، لما تطرح مدرب اللعيب عايز، المدرب عايز يجي لك، انت كنادي اهلي تحديدا مع احترامنا طبعا لكل الانديه في كل الدول. يعني ده كان اول موضوع كنت عايز اتكلم مع حضراتكم فيه، ان شاء الله هيحسم قريب قوي خلال الساعات اللي جايه، مش عايزين نستعجل قوي. انا عارف ان انتم متشوقين وعايزين تعرفوا اسم المدير الفني، عايزين تطمنوا كمان، عايزين تعرفوا اتجاهاته الفنيه، هل هو اللي مش عارف كنا بنتكلم. لكن السوشيال ميديا كله بيقترح، كله بيجتهد، كله بيقول اسماء، كله نفسه في مدرب هو بيحبه وشايف ان هو عنده طموح، شايف ان هو عنده مستقبل، شايف ان هو عنده رؤيه فنيه كبيره. ان شاء الله هيكون الانسب لينا كلنا كاهلاويه ان شاء الله هو اللي هيكون في النادي الاهلي خلال الساعات القليله القادمه. الحاجه الثانيه اللي برضو شغلتنا كلنا اللجنة الخماسية اللي بتقود اتحاد الكرة في الفترة الحالية. كلنا أكيد كمصريين وكرياضيين بندعم هذه اللجنة كل الدعم، لأن احنا عايزين نطور من اللي شفناه قبل كده والمعاناة اللي عناها قبل كده، وعايزين أسماء فعلا تشتغل، أسماء حاطة قدامها بس المصلحة العامة للكرة المصرية أو اسم مصر. لما تتكلم على اتحاد مصري، اتحاد بحجم بلد زي مصر لازم يكون اتحاد بيدور في الاول وفي الاخر على مصلحه البلد مش مصلحه اشخاص. مع احترامنا طبعا مش عايزين بقى نقعد نتكلم ونفتح في اللي فات، لكن عانينا كتير جدا جدا، عانينا من تخطيط، عانينا من ادارات، عانينا من كل حاجه بصراحه. يعني لما تيجي تتكلم في ايجابيات هتقعد تدور عليها بملقاط، لكن هتتكلم في سلبيات يعني اللي ما بيشوفش يشوف. عموما كل الدعم للجنه وكل الدعم والمسانده مننا احنا كنادي اهلي وشعبيه النادي الاهلي، اكيد بندعم هذه اللجنه وعايزين طبعا ان احنا نرتقي بمصلحه الكره المصريه. اللجنه خدت قرارات لتصحيح المسار. اقول لكم القرارات او افكر حضراتكم بالقرارات اللي خدتها اللجنه.
كان أول قرار تأجيل البت في العرض المقدم للمنتخب الوطني بأداء مباراة ودية مع منتخب البرازيل بالإمارات خلال شهر أكتوبر المقبل لحين تعيين الجهاز الفني للفريق. طبعا كان لازم يعني هي الحاجة الوحيدة اللي لازم يعني ندور عليها بسرعة شوية، لازم مدير فني يا جماعة، مش عايزين نقعد نأخر، مش عارف احنا خايفين نقول أو خايفين نختار أو بندور كويس قوي أو بنفاضل بين مصري وأجنبي. أعتقد إن احنا كلنا اتفقنا إن الفترة دي بتاعت مدرب مصري عشان يعني نحط الدنيا، نحط نقط في الحروف، بعد كده نشوف الرؤية إيه، وممكن المدرب المصري ينجح ليه لأ. يعني عندنا أسماء طرحناها احنا في قناة النادي الأهلي، بنطرح المصلحة العامة، والله منقولش حتى أسماء مدربين أهلاوية، بنقول المصلحة العامة فين. طرحنا كذا اسم، نتمنى أن يكون في اسم قريب جدا يظهر، لأن كل حاجة متوقفة على المدير الفني، لأن هو اللي بيختار حاجات كتير جدا، ويبقى عنده اختيارات، يبقى عنده أريحية، مش عايزين يجي نضغطه نقول له بسرعة وحط لنا، لازم مدير فني يجي عنده أريحية، عنده وقت طويل أنه يحط مشروع، مشروع، مش يجي تقول له أنا عايز كأس الأمم، أنا عايز أوصل لكأس الأمم، أنا عايز أوصل لكأس العالم، لازم يحط مشروع، مشروع اللي هو تطوير الفريق، مشروع اللي هو مثلا عايزين فرقة أعمارها صغيرة، عايزين نروح فين بعد 3-4 سنين، ونصبر ونستنى، طالما إحنا عندنا مدرب إحنا أحسننا اختياره، لازم نحط تحت أحسننا الاختيار دي 100 خط أحمر. لكن أعتقد إنها لازم يعني نستعجل شوية في اختيار مدير الفني للمنتخب الوطني. تاني قرار خدوه اللجنة الخماسية كان تكليف الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس الاتحاد والسيد وليد العطار القائم بأعمال المدير الفني المدير التنفيذي بحضور اجتماعات الاتحاد العربي لكرة القدم والمقرر إقامتها في جدة أو في جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 16 سبتمبر المقبل. ده تاني القرارات زي ما قلت لحضراتكم. تالت قرار تعيين الكابتن جمال الغندور رسمي رئيسا للجنه الحكام على ان يكون بتشكيل مقترح للجنه. تعيين الكابتن جمال الغندور رئيسا للجنه الحكام على ان يكون بالتشكيل المقترح للجنه وعرضه على مجلس الاداره في اجتماعه المقبل. اول ما سمعنا كابتن جمال الغندور دايما كده لما تلاقي اسم زي ما سمعنا سمير عثمان وشفنا الاراء والتضاربات في الاراء سمير عثمان وسمير عثمان مش عارف اصله ايه، سمير عثمان زملكاوي، سمير عثمان اهلاوي، سمير عثمان مش عارف انتماءاته ايه، والراجل انت شفت سمير عثمان هنا كان في قناه الاهلي كان بينتقد الحكام لو حسبت حاجه على الاهلي، يعني كان بيتكلم في العموم في الصح يعني. فاول ما بتلاقي اسم تلاقي عارفين اللي بيذبح القطه كده، يعني بالبلدي بتاعنا كده بيذبح القطه عشان نخوف الناس. اعتقد ان جمال الغندور اسم كبير جدا، عالمي، مونديالي، حكم عنده خبرات كبيره جدا جدا جدا، اعتقد ان هو سهل قوي ان هو يقود لجنه الحكام. لكن مش عايزين بقى نقعد بقى نتكلم عن الكابتن جمال الغندور ومش عارف هو ايه والباك جراوند بتاعته، يعني عايزين بقى نشجع الناس ونديها اريحيه في الشغل شويه، مش عايزين نضغط عليها من الاول كده. والكابتن جمال الغندور اعتقد ان هو يعني بعيد عن الضغوطات، وان هو طبعا حاطط في دماغه كل الكلام ده. كل التوفيق للكابتن جمال الغندور في اختيار كمان التشكيل المقترح للجنة بتاعته، إن شاء الله تكون لجنة ترتقي كمان بالمستوى التحكيمي في مصر. رابع قرار تكوين لجنة للانضباط برئاسة أحد رجال القانون لضمان النزاهة والشفافية وتطبيق العدالة على الجميع وعودة الانضباط للملاعب المصرية. أعتقد أن ده قرار مهم جدا جدا، أن أنت يعني ترجع تاني للانضباط، مع ان احنا يعني خلاص شفنا الجماهير في المباريات اللي فاتت اعتقد انها كانت في منتهى الالتزام ومنتهى الانضباط. لكن طبعا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بالانضباط، لازم لازم. خامس قرار الاستعانه بالدكتور او الاستاذ الدكتور صفوت النحاس، اسم كبير قوي يا جماعه. الاستاذ الدكتور صفوت النحاس الرئيس الاسبق للجهاز المركزي للتنظيم والاداره لعمل هيكله اداريه كامله للاتحاد وفروعه. قرارات مهمة قوي بصراحة. سادس قرار البدء فورا في مناقشة العروض المقدمة لتطبيق تقنية VAR أو الفار وإجراءات الحصول على التراخيص اللازمة من مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكذلك تدريب الحكام استعدادا لتطبيقها في أقرب وقت. كلنا كأهلوية وكلنا كراضيين نفسنا تطبق تقنية الفار عشان كله يسكت بقى، يبقى في حاجه كلنا اجتمعنا عليها ان هي حاجه صح جدا،
كمان بتدي اريحيه للحكم، ما بقاش في ضغط على الحكم، في حاجه بيرجع لها الفار بيطلع يشوف زي ما بنشوف كده في الملاعب الاوروبيه وفي المباريات الاوروبيه والمباريات العربيه كمان. تقنيه الفار ما حدش بيتكلم، ان قالوا بقى قبل كده ان الفار مش عارف ايه والفار ضدنا والفار، لكن يعني الموضوع بيبقى سهل قوي لما بيكون عندك مرجع بحجم الفار بترجع له، وعندك لجنه تحكيم او لجنه كمان في الحجرات اللي بنشوفها احنا كده في الاستادات بيرجعوا للحكم، بيرجع ليها بيدي له القرار الاحسن والقرار الاصوب، ضربه جزاء مش ضربه جزاء، حاله طرد مش حاله طرد. لو بتتابعوا لسه يعني حالات الفار حسمها في منتهى الحسم كمان، لكن قرار مهم جدا نفسنا كلنا، نفسنا كلنا كاهلاويه وك يعني مجتمع رياضي ان يطبق تقنيه الفار في المباريات المقبله باذن الله. قرار برضو كلها بصراحه قرارات للمصلحه العامه. القرار السابع تشكيل لجنه للتفتيش على الاستادات والملاعب ومتابعه حالتها برئاسه الدكتور احمد عبد الله عضو مجلس الاداره. تمام، بنشوف ملاعب لا تصلح، لكن الملاعب شهدت في الاونه الاخيره طفره بصراحه في كل حاجه، كنا كلنا فرحانين جدا وفخورين جدا ان احنا عندنا ملاعب بالشكل ده، ليه لا؟ ليه ما تكونش كده على طول؟ الموضوع موضوع صيانه وموضوع متابعه زي ما شفنا البند او القرار رقم 7. القرار رقم 8 تكليف الدكتور احمد عبد الله بالاشراف على المنتخب الاولمبي. القرار رقم 9 جاري استكمال تشكيل باقي لجان الاتحاد للموسم الجديد وسيعلن عنها تباعا. دي كانت قرارات اللجنة الخماسية، كل التوفيق وكل الدعم لهذه اللجنة في الارتقاء بمصلحة الرياضة المصرية والمصلحة العامة في المقام الأول والأخير. نفسنا ويعني منعنينا إن احنا نشوف فعلا حد بيشتغل المصلحة العامة. كفاية بقى يعني، كفاية قوي بصراحة، كنا بنشوف ويعني حاجة يعني ممكن نوصفها بمهزلة قبل كده، لكن إن شاء الله اللي جاي دايما دايما ما عندناش. كان معايا تامر بجاتو امبارح قال لي حاجة وأنا بسأله في الحوار اللي كان ممتع بصراحة بالنسبة لي، قال لي إحنا ما فيش قدامنا حلول غير إن إحنا نتفائل وندعم لغاية لما نشوف، وأنا بصراحة بتفق معاه تماما. تعالوا نروح لأخبارنا، يكون معايا زميل عزيز شريف شعبان. التمرين كان الساعة 6، طبعا استعدادات الأهلي لمواجهة كان سبورت بطل غينيا الاستوائية، اختار يوم 14، هذا الفريق اختار يوم 14 ان شاء الله هيلاعب النادي الاهلي في دور 32. كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه البطوله الهامه جدا لينا، لنفسها خلاص تدخل تاني دولاب بطولات النادي الاهلي. هيكون معايا شريف شعبان زميل عزيز عشان يقول لنا اللي حصل في المران بالتفصيل كالعاده. جهزوا لنا شريف الله يا جماعه لغايه لما نقول كده. تمام تمام، مروان محسن بينتظم في المران الجماعي، اتكلمنا امبارح عن دور الثلاث فراوده المؤهلين دلوقتي او اللي بيقودوا هجوم النادي الاهلي، مروان مع ازارو مع صلاح محسن. شفنا صلاح محسن في المباراه الاخيره وقلنا المباراه كانت سهله، لكن بنشوف صلاح محسن كمهاجم مميز، وقلت لكم بالتحديد صلاح محسن مش هنحكم عليه دلوقتي، شفناه مع انبي كان متالق كان بيجيب اهداف من انصاف الفرص. شفنا وليد ازارو، واللي انا داعم لوليد ازارو بصفه شخصيه، وليد ازارو من المهاجمين اللي بيوصلوا للجون بسرعه حتى لو كان بيضيع كتير جدا، لكن لازم نلوم عليه في تضييع الاجوان، لكن مهاجم بيوصل للمرمى بطريقه كبيره جدا، مهاجم لو اتمرن تدريبات تخصصيه، مهاجم لو خد ثقه، مهاجم لو خد مسانده، مع ان احنا ساندناه كتير قوي يا وليد. يعني بحاول اجيب لك مبررات ان شاء الله ترجع وترجع بسرعه جدا. مع مروان محسن كمان، مروان لما كان بينزل المباريات كان بيحسم الأهداف برضو من أنصاف الفرص، محتاجين الكلام ده كله إن شاء الله نشوفه في المباريات المقبلة. والنجم شريف إكرامي بيواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي، شريف إكرامي مع لطفي طيب. تعالوا نروح لشريف شعبان يقول لنا كل اللي حصل في المران. زميل عزيز شريف شعبان مساء الفل عليك. عليك تكليف عايز تجيب الحاجة الكل بشادي قاطر عليك في كل مكان. متواجد في النادي الاهلي من التمرين انتهى من حوالي اكثر من ساعه طبعا. الان هننزل بكره عشان بكره اجازه، يمكن ملعب مختار الكيتشي يمكن بيرشوه طبعا رشه كامله شويه وحطوا فيه الكيماوي عشان بكره اجازه، فبتستغلوا اقل وقت كده بقى فيه اجازه على طول الصيام في الملعب ان شاء الله مش شغاله بكل جهد بكل اخلاص ما شاء الله بجد. يعني انتوا لازم احييهم، لان قدامي فعلا المشهد قدامي لازم انقله لك. يعني دي حاجه ثانيه، التمرين كان في الخميس مساء النهارده، يمكن استمر حوالي ساعتين، يمكن بدا التمرين طبعا سلام لمباراه كيم سبورت اللي هتكون
بشكل نسائي يوم 14 ديسمبر، بدأ بالتسخين وبعد كده الدورات البدنية وبعد كده الدورات الكرة، واختتم مستر الكابتن محمد يوسف، بقول لك مستر محمد يوسف، واختتم الكابتن محمد يوسف بتأسيمة على فكرة عايز أقول لك على حاجة أنا يا شريف، أنا عايز أقول لك على حاجة، الجماهير جماهير الأهلاوية بتستمتع لما بتطلع أنت تقول لنا أو توصف لنا التمرين، فأنا عايزك تاخد وقتك وتاخد راحتك، هم بيبقوا مستمتعين وأنت بتوصف التمرين كان في دواير ومين اللي تألق في الدايرة ومين اللي داخل في الدايرة، يعني كده إيه أوصف لنا الوصف كده إيه يعني نستمتع بيه. طبعا بشرف فيها طبعا الدواير طبعا نفس ما عارف اللي بقى اربع خمس لعيبه في بيبقى على طول تسلم واستلام من لمسه واحده وفي واحد في النص بيحاول ياخد الكوره علشان خاطر ايه واللي اتبقى منه او اللي يبص غلط تمام ينزل هو في النص مكان اللاعب اللي في النص يعني تمام. فطبعا انت عارف بيبقى يعني ايه الاقل مهاره ممكن او الاقل مجهود اللي بيقف مثلا يعني وليد سليمان مثلا بيعرف يقطع الكوره بسرعه علشان خاطر قصير شويه فبيعرف يضغط اللعيب الطويل ممكن ما يبقاش يقطع كوره بسهوله مثلا يعني تمام. بس في التقسيمه بقى خلينا في التقسيمه بيبان ناس يعني النهارده بيبان ناس كتير جدا رمضان صبحي النهارده موقع بينزل التمرين بقى له كام يوم ما بينزلش تمرين عنده غياب ما بينزلش تمرين النهارده بيشارك في التمرين بكل قوه بيتعمق جدا في التمرين حسين الشحات النهارده بيتعمق جدا ديانج يمكن ديانج الوفد الجديد اللي جميل قالت تسال عليه النهارده بيعمل تمرين على اروع ولا اجمل يمكن النهارده لفت نظر النهارده في التمرين وليد سليمان احمد فتحي لا النهارده الناس لعيب النادي الاهلي كابتن ميدو كله مركز في عمله كله مركز في شغله كله بيتعلق في تدريبه كله ما لهمش علاقه في الجذور خارج مفاصيل الاخضر هو النادي الاهلي كل مركز كل عاوي يثبت للكابتن محمد يوسف او يثبت لاي مدير فني موجود ان هو الجميل بكده الفنانه الحمراء يمكن التقسيمه اللي احترم بيها الكابتن محمد يوسف التمرين اتعلق فيها اكثر من قاعد التاريخ كمان مستمر على الجانب الاخر لمحمد محمود لسعد سمير لباسم علي لحسين السيد يمكن الاربعه النهارده كانوا بيتاهلوا مع بعض واختتموا بطايره كده طايره بالقدم شارك معاهم الكابتن صدق حفيظ مدير الكوره ما شاء الله عليه يمسك الخشب واقف على رجلين خاسس بيجريهم في الطايره كانه يمكن اصغر منهم كمان يمكن صالح جمعه امبارح حاسس بتقل شويه في التمرين الدكتور خالد محمود طبعا بخبراته الكثيره خاف عليه ينزله التمرين النهارده للصواب قالوا لا خلاص تعمل النهارده تمرين خفيف وتخش الجيم علشان ما يحصلكش اصابه وكده كده الجمعه اجازه ومفيش تمرين فهيبقى السبت هيبقى عنده وقت تمام لصالح عمل التمرين يعني هو شخصها دكتور خالد شخصها باجهاد فحب يريحه ولا كانت في حاجه اكبر من الاجهاد؟ لا اجهاد هو عنده ثقل شويه فقال لك لا ده عنده اجهاد فلا بلاش تتمرن النهارده نعمل تمرين خفيف نعمل لك تمرين جيم وتمرين خفيف وتنزل المحضر ويوم الجمعه اجازه وتتمرن عادي مش اي حاجه خالص فطبعا تفاجئ من الاصابه يمكن احترازي من الاصابه تمام. على الجانب الاخر فيلم الحراس يمكن حراس مع كابتن طارق سليمان كابتن طارق معودنا الفتره الاخيره بينزل مع شريف اكرامي قبل التمرين الساعه 9 ونص في الشم معايا وبعد كده هو يبدا يمرن شريف في الصوبات الكور العرضيه شريف ما شاء الله يمكن يوم بعد يوم بيتعلق شريف خلاص بدا يخش او بدا يعلى بالحلم بتاعه علشان يجاري الشناوي وعلي لطف فشريف خلاص المراحل النهائيه علشان يرجع مره اخرى لتمرينات الكره العاديه جدا كمان على الجانب الاخر يمكن علي لطفي الشناوي مصطفى شهير حاجه يعني تمرين على ارض وعلى اقوى النهارده بعد انتهاء التمرين كابتن طارق كان حريص يقعد مع مصطفى شهير حوالي نص ساعه في الملعب يديله تعليمات يتكلم معاه علشان خاطر يعني يتفادى المشاكل او الاخطاء اللي ممكن تحصل في التمرين او تشوفها الكابتن طارق سليمان. ترى الحفيظ مدير الكره على طول الجلسات النهارده كان حريص يقف مع حسين السيد طبعا نجم النادي الاهلي كان حريص يقف مع عمار حمدي اللي طبعا الصغير الكبير في الملعب طبعا هو معاه برضه فتره كابتن محمد يوسف ايضا عقد جلسه مع شريف اكرامي يطمئن على صحته ويطمئن هيشوف هينزل الملعب امتى بيشتكي من حاجه ولا لا بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي ان باذن الله القادم افضل ان الناس بتجتهد في الملعب الناس مركزه في مباراه فريق كانو سبورت اللي بتحدد لها بشكل مبدئي يوم 14 سبتمبر باذن الله الفوز يكون من نصيب لاعبي النادي الاهلي وباذن الله يكون القادم افضل للنادي الاهلي باذن الله باذن الله. كنت بتكلم قبل ما تدخل او تنورنا يا شريف كنت بتكلم مع الساده المشاهدين في اختيار مدير فني الجديد للنادي الاهلي لان انت عارف الكل يا جماعه ويلا وامتى فكنت بتكلم ان احنا بنتأنى لاختيار الاحسن وان شاء الله في خلال يعني ساعات قليله باذن الله ان شاء الله يعني يظهر اسم المدير الفني اللي يكون عند طموحاتنا احنا كلنا كاهلاويه. باذن الله
طبعا كابتن ميدو، هنا السؤال يا كابتن ميدو كمان لما بتخش النادي الاهلي او انت او في الشارع، كل السؤال اللي بيشغل الراي العام اي حد بيشوفوه ينتمي او يمكن شغال في النادي الاهلي او بينتمي للنادي الاهلي على طول، كل الجماهير بتسال مين المدير الفني الخاص؟ طب ده هو مين؟ طب هو برتغالي ولا برازيلي ولا الماني ولا اسباني ولا فرنسي ولا ارجواني؟ يعني كله بيسال، الكل يبقى تسال، واكيد جماهير النادي الاهلي عليها طب مين؟ لجنه التطوير على اعلى مستوى برئاسه طبعا يا كابتن طه اسماعيل، الكابتن زكريا، الكابتن خالد بيبو، اسطوره النادي الاهلي، رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كابتن خطيب، في ترأيس، في دراسه استبيانات كثيره، في طلبات ماليه في الطلبه، في مين الجهاز المعاون، في امور كثيره جدا بتشغل اللجنه وبتشغل مجلس اداره النادي الاهلي، على جمال النادي الاهلي الثقه الكامنه في مجلس ادارتها الواعي اللي بيعرف يدير الملف، اللي بيعرف يعني اصعب دوري يمكن عام مر على تاريخ النادي الاهلي، قدر النادي الاهلي يستحوذ على هذا الدوري الغالي جدا لكل عشاق النادي الاهلي اللي اعتبروا اغلب كل الدوري عام بطوله رقم 41، فنقول لجمال النادي الاهلي استنوا وما تقلقوش، كان عندكم ثقه في مجلس ادارتكم، كان عندكم ثقه في لجنه التطوير اللي بتقيد طبعا الشيخ طه، وباذن الله باذن الله يجي مدرب على قدر ومسؤوليه النادي الاهلي، مدرب يسعد جماهير النادي الاهلي، كابتن محمد يوسف النهارده وباقي الجهاز شغالين والكل في انتظار التعاقد مع المدير الاعلامي في اي وقت، واحنا في انتظاره باذن الله يجي النهارده يجي بكره يجي الاسبوع الجاي، في انتظاره باذن الله عندنا ثقه كبيره في مجلس ادارتنا وفي لجنه التطوير النادي الاهلي. انا بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز شريف شعبان، دايما مميز ودايما بتغطي يعني على احسن ما يكون المران. ده كان وصف تفصيلي شريف شعبان بصراحه، يعني وصف لنا التمرين، اتكلم على بدايه التمرين واتكلم على محمد يوسف تحديدا، كان يعني اتكلم على لعيبه ازاي واتكلم على لعيبه بعينها ازاي، اتكلم كمان عن طارق سليمان وقد ايه مهتم بكل الحراس لغايه احمد شوبير، من اول اكرامي لغايه احمد شوبير، يعني بتكلم في الكل بصراحة، اتكلم كمان عن رجوع شريف إكرامي، اتكلم عن تألق لطفي والشناوي في المران، واتكلم كمان عن اجتماع كابتن سيد عبد الحفيظ. دي أخبار عندي بس هو طبعا قالها، اتكلموا ان هو كابتن سيد عبد الحفيظ ويوسف بيطمنوا على شريف إكرامي كابتن محمد يوسف، يعني اتكلم كمان عن رجوع رمضان صبحي بقوه للمران النهارده، اتكلم عن راحه صالح جمعه اللي شايف الدكتور خالد ان هو مجهد نوعا ما وعنده تقل في العضلات نوعا ما، ففضل راحته النهارده وعنده بكره راحه كمان، فيرجع ان شاء الله السبت يعني فورمه. محتاجين كل اللعيبه، محتاجين كلنا نبقى جاهزين، حتى احنا كمان كجماهير والله العظيم لازم نبقى في الفورمه دايما ان شاء الله، كلنا جاهزين، وان شاء الله ان شاء الله البطوله الافريقيه تبقى عندنا في دولاب بطولات النادي الاهلي باذن الله. تعالوا اقول لكم اخبار الرياضه العالميه قبل ما استقبل ضيفي الكريم. قرعه دوري ابطال اوروبا اكيد حضراتكم تابعتوها، فيها مجموعات صعبه جدا، مجموعه برشلونه مثلا المجموعه السادسه بتضم برشلونه ودورتموند وانتر ميلان وبراج، مجموعه صعبه قوي، المجموعه الاولى باريس سان جيرمان ريال مدريد، يعني فرقتين كبار قوي، بروج وجالتا سراي، مجموعه برضو مميزه قوي، بايرن ميونخ وتوتنهام، اولمبياكوس والنجم الاحمر، بايرن ميونخ وتوتنهام، يعني في اسماء كده، مانشستر سيتي وشختار، مجموعات اصعبها اعتقد مجموعه برشلونه، مجموعه الثامنه كمان تشيلسي واياكس وفالنسيا والليل، ممكن فرق قدامكم المجموعات، ممكن في فرق تعمل طفره، ممكن فرق احنا لسه ما شفناهاش السنه دي، انتوا عارفين الكره في اوروبا بتطور تطور مذهل والفرق ملهاش مقاييس دلوقتي. في العموم ان شاء الله بطوله نستمتع بيها زي ما بنستمتع بيها على طول، ان شاء الله يبقى عندنا كمان كده بطولات ما نستمتع بيها. فان دايك خد احسن لاعب في اوروبا، فان دايك اكيد عارفينه قدام حضراتكم، مدافع ليفربول، حاجه ستايل عالمي في كل مميزات المدافع. بيكنباور بصراحه لو تفتكروا بيكنباور كان بيلعب ازاي، ده حاجه كده زيه كده، مع ان فان دايك كمان اقوى كمان جسمانيا ما شاء الله، حاجه كده ترقصه في الحلم. بس فان دايك بيتفوق على ميسي ورولاندو ويتوج بجائزه افضل لاعب في اوروبا. طيب معايا الاستاذ محمود باهي الصحفي بالشروق. استاذ محمود اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن عبد الحميد حسن وكل مشاهدي قناه الاهلي. كل سنه وانت طيب وبخير. وحضرتك طيب وبخير دايما. شفت القرعه ازاي وشايف اصعب مجموعه ايه؟
وتحديدا الاوضه طبعا فيها مواجهات متكرره وكانت صعبه جدا السنه اللي فاتت، وشهدت مواجهه قويه زي مثلا ليفربول ونابولي، مواجهه قويه جدا وكانت مواجهه فاصله في مشوار ليفربول، وكلنا طبعا فاكرين هدف محمد صلاح في مرمى نابولي. في برضه مواجهه مقدره في باريس سان جيرمان وريال مدريد، دي تعتبر مواجهه قويه جدا، الفريق بيسعى لاستمرار بيته مع اوروبيا مع زين الدين زيدان، وفريق باريس سان جيرمان اللي هو عنده مشاكل كثيره جدا بخصوص مستقبل نيمار واصابات نجومه زي امبابي وكافاني، فدي اعتقد ان هي من اقوى المواجهات ومن اقوى المجموعات، بخلاف طبعا ان في مواجهه بين يوفنتوس واتلتيكو مدريد، وكلنا فاكرين الريمونتادا اللي عملها يوفنتوس بثلاثيه رونالدو في دور ال 16 السنه اللي فاتت، وكانت مباراه شهيره جدا. فدي كلها مواجهات يعني بنعتبرها مواجهات ثاريه او مواجهات بيتقال عليها رد اعتبار في كره القدم. ايه رايك في المجموعه السادسه لو قدامك المجموعات؟ مجموعه صعبه مقارنه برضه بالسنه اللي فاتت، كان برشلونه معاه توتنهام وكان معاه بي جي اندروزن وكان معاه انتر ميلان، انتر ميلان برضه وقع معاه في المجموعه السنه دي، ومعاه بروسيا دورتموند بيقدم مستوى المنافسه فيها محصوله في البايرن ميونخ وتوتنهام اللي هو وسيط العام الماضي. تمام. قول لي، كنت متوقع ليفربول في نهائي دوري الابطال السنه اللي فاتت؟ ليفربول من الانديه طبعا قويه جدا، ليفربول ليه تاريخ في دوري الابطال كبير، كان السنه اللي فاتت كان عنده تحدي كبير شويه اللي هو منافسه على الدوري الانجليزي واستعاده لقب الدوري الانجليزي لفتره من فترات، شعار ان ليفربول مركز اكثر في مشوار بطوله الدوري والمنافسه القويه مع مانشستر سيتي. حصل تقلبات للفريق برضه، كانت مجموعته صعبه، كان فيها باريس سان جيرمان، كان فيها نابولي، خسر بره ارضه المواجهات القويه كلها، خسر من نابولي، خسر من باريس سان جيرمان، تعادل بصعوبه كبيره، او خسر كمان من نادي ستار الصربي، فكان مشواره خسر من برشلونه 3-0، كان مشواره في دوري الابطال كان مهزوز شويه مقارنه بالموسم اللي قبليه. بالظبط. يعني احنا شفنا الموسم اللي قبله لما وصل ولعب ريال مدريد، كان تجاوز باختبارات صعبه جدا مع روما وقدم عروض افضل واقوى، كان يبدو اقوى، لكن السنه اللي فاتت اللي لعب دور الحسم شويه ماتش برشلونه طبعا كان مفاجاه للجميع، ان هو ليفربول يرد ب 4-6 فانتم، كانت مفاجاه كبيره خاصه كمان ان محمد صلاح ما كانش في مباراة العودة، اللي هو برضه يعتبر قوة هجومية لا يستهان بها مع ليفربول. بالظبط. كان برضه فوز ليفربول السنة اللي فاتت بدوري الأبطال مش هنقول مفاجأة على قد ما هي كان حسابات خدمت ليفربول ويورجن كلوب. تمام. وتقصير من منافسي ليفربول برضه في ليفربول يعني في الجانب الآخر، خاصة من برشلونة وميسي فالفيردي اللي هو كان ضيع فرصة ذهبية زي ما بنقول، ان هو تقدم في مباراة الذهاب 3-0، فانه يكون هو يخسر 4-0 في مباراه العوده، فده طبعا كان سيناريو ولا في الاحلام. بالظبط. وخدمه اكثر ان كان في المنافس بتاعه في نهائي دوري الابطال اللي هو توتنهام مقارنه بريال مدريد بنهائي 2012، لا الفوارق كبيره جدا. اكيد. الفوارق كبيره جدا بين توتنهام وبين ليفربول، خاصه كمان ان توتنهام الحظ مش هنقول الحظ خدمه، سيناريوهات كثيره خدمته، طبعا من دور المجموعات بهديه من انتر ميلان، تجاوز اياكس امستردام بعجوبه وبسيناريو خيالي، تعدى من مانشستر سيتي بهدف الغام باسل بالثقه الاخيره، فاعتقد ان كان ليفربول فرصه كانت السنه اللي فاتت في دوري الابطال كان مشواره يعد اصعب معادله، حقق اللقب في النهايه، خدمته ظروف، خدمته سيناريوهات عديده، اعتقد كان في المعامل اللي قبله كان يستحق اللقب اكتر. تمام. بترشح مين دوري الابطال السنه دي؟ للاسف يا كابتن عبد الحميد، يعني الموسم الحالي بادئ باصابات كتير، يعني هنشوف كل الانديه الكبيره في اوروبا نجومها مصابه، سواء في ريال مدريد بنشوف اصابه ايدن هازارد اللي كتير بيعلق عليه امال كبيره، وفي باريس سان جيرمان شفنا كافاني ومبابي اصابات مشكله كبيره عن نيمار، برشلونه شفنا ميسي اصابه ولويس سواريز اصابه، وكتير لغطوا الاصابات دي ان الانديه بدات تركز اكثر على تحقيق مكاسب ماديه من الجولات بتاعتها في الصين وفي اسيا وفي تايلاند واندونيسيا، فاعتقد ان الكافه لسه الامور مش هتتصالح الا مثلا مع شهر نوفمبر او بنهايه دور المجموعات او بدخول من الدوريات بشكل قوي، مثلا نقول نسيب في كل دوري 10 جولات عشان تمام ملامح الفرق هتتشكل ازاي. طب لو في الطبيعي، لو في الطبيعي يا استاذ محمود، لو في الطبيعي من غير اصابات لما يتعافى من الاصابه او نجح ان ريال مدريد يضم بول بوجبا زي ما تقارير كتير بتقول، فالصوره حتى الان تبدو غامضه يعني مش واضحه، في بعض الفرق او بعض الانديه اللي بدات موسمها بشكل كويس زي انتر ميلان
لكن برضه ضعف المنافس كوتشي برضه مش ده المقياس اللي هنقيس عليه ان انتر ميلان هيكون بنفس القوه ضد برشلونه او بروسيا دورتموند. بايرن ميونخ برضه لسه في مرحله اعاده بناء مع كوفاتش وتشكيك كتير في قدراته وصفقه جديده زي كوتينيو ورايحين نجوم كبار كانوا بيصنعوا فارق معاه زي ريبيري وروبن رغم ان هم برضه كان من عناصر الخبره والعناصر اللي هي الكبيره في السن. اعتقد انه لسه ليا يا كابتن غامضه ولو ان يعني لو ان يعني لو قياسا بالمستويات اللي بتقدم في اوروبا الاولى مثلا المستويات اللي فاتت هيبقى مانشستر سيتي فريق قوي، اتلتيكو مدريد فريق قوي، برشلونه فريق قوي، ليفربول برضه من الانديه المرشحه، وهنشوف بس ريال مدريد مشروع جديد مع ميدان هل هينجح ام هيبقى في بعض التخبط. تمام، اخر حاجه هسالها لك، نيمار خلاص هيروح برشلونه ولا لسه في كلام؟ والله يا كابتن هو يعني صفقه نيمار يعني صفقه مش مجرد صفقه رياضيه بس. نيمار بيمثل صوره تسويقيه ودعائيه كبيره جدا لنادي باريس سان جيرمان والملاك نادي باريس سان جيرمان بالتحديد، ولازم نقصد المعنى الحرفي للكلمه ملاك باريس سان جيرمان. نيمار بالنسبه له مهارات المشروع بتاعهم قيمته التسويقيه عاليه جدا، شفنا في الفتره اللي فاتت نيمار فاقد معاهم الفلوس في الجاري الاعداديه المباراه ان هو يشارك في تقديم الدوري الجديد. كلام رايح كلام جاي، نيمار بكره في ماتش باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي في الجوله الرابعه مش هيشارك فيه بره القايمه. المدرب توماس توخيل نفسه واضح انه مستحضر الكلمه الاولى في تحديد مصير نيمار وانه سابق ملف كله في ايد اداره النادي. النهارده نصر الخميس رئيس النادي بعد الجرعه اكيد فقد يتكلم على الموضوع، فاعتقد المؤشرات كلها بتقول رايح جاي، حتى الملف اللي هو الصفقه التبادليه فريق سان جيرمان كان عايز كوتينيو راح بايرن ميونخ، عثمان ديمبلي رافض يروح فريق سان جيرمان. فاعتقد انا توقعي الشخصي ان الصفقه مش هتتم. مش هتتم. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود باهي الصحفي بشروق، شكرا جزيلا، يعني ما شاء الله لامن بكل الاخبار العالميه، شكرا جزيلا الاستاذ محمود باهي. اقول لكم بسرعه الاخبار عشان نستقبل ضيفنا الكريم. قلت لكم خلاص ان فان دايك بيتفوق على ميسي ورونالدو وبيتوج بجائزه افضل لاعب في اوروبا كاول مدافع يحصد هذه الجائزه من 7 سنين. اعتقد هذه الجائزه يعني قالوها ان هي تبقى افضل مدافع في اوروبا، اعتقد ان هي من 7 سنين تمام اول مدافع يحصد هذه الجائزه. كريستيانو خدها 3 مرات وميسي مرتين، ريبيري خدها مره، مودريتش خدها مره، واندرياس انيستا نجم برشلونه خدها مره، يعني دي ال7 بطولات. فان دايك كمان بيحسم جائزه المدافع على حساب دي ليخت احسن مدافع، خد كل الالقاب بصراحه فان دايك ويستحقها. ميسي بيحصد جائزه افضل مهاجم، افضل حاجه في الكون ميسي بصراحه. ودي يونج بيحصد جائزه افضل لاعب وسط، وإلسون بياخد احسن حارس مرمى، إلسون حارس مرمى ليفربول. دي كانت كل اخبارنا، بعد الفاصل هيكون معايا النجم الكبير كابتن فوزي سكوتي نجم الاهلي السابق. استنوني. اهلا بحضراتكم من جديد، نورني وشرفني النجم الكبير الكابتن فوزي سكوتي نجم الاهلي السابق، يعني منور الدنيا وانا دايما بسعد باللقاء معاك، وعمري ما انسى بقى وانا صغير بتفرج على التلفزيون كده وكابتن فوزي سكوتي يعني هتعجزنا لا يعني واهداف وياما اتقال في حضرتك كلام واتقال فيك شعر كمان، فانا بفتخر ان انا قاعد مع حضرتك وطبعا بتمنى لك كل التوفيق. لا والله يا ميدو بجد انا ما عرفت ان انا النهارده بقالي فتره كبيره ما بجيش القناه، واول ما عرفت ان معاك النهارده جيت بجد يعني مش مجامله ليك والله يا امير بجد، والتوفيق ودايما يا رب القناه تملي في التوفيق باذن الله. ربنا يخليك. كنا بنتكلم قبل ما كابتن فوزي سكوتي شرفنا بتكلم تحديدا على المدير الفني اللي هيستقبل النادي الاهلي ان شاء الله، وبنطمن الجماهير ان شاء الله يعني مش بنقول يا جماعه ساعات قليله، يعني ما تفهموش ساعات قليله يعني كمان نص ساعه ربع ساعه، ساعات قليله بالنسبه لنا احنا كساعات شغل اكيد حضرتك عارف يعني يعني بتاخد وقت لازم ساعات قليلة يعني كان يعني الموضوع إن شاء الله قريب يكون يحسم اسم المدير الفني الأجنبي. يعني هي موضوع المدير الفني طبعا يعني هي بتاخد وقت يعني، عبال بقى العقود بتتعمل، المدير أعماله اللي بيتفق مثلا بيتكلم بيبقى في بنود معينة مثلا بيتفقوا عليها بتبقى واخد وقت، بتاخد وقت شوية يعني. تمام. غير بقى لو مدرب مصر يا ميدو هيمسك على طول مفيش مشكلة.
لا يعني ان شاء الله ان شاء الله يكون بنحاول ندور على الاحسن ونحاول ندور على الانسب. احنا ممكن المدير الفنيين كتير جدا، لكن احنا كاهلي دايما بنتأنى في اختيار مدير فني في حسن الاختيار وحاجه تليق بالاسم، باسم النادي الاهلي وكيانه وجماهيره. حضرتك عارف ان الجماهير دلوقتي عايزه كل البطولات، وده طموح مشروع جدا لجماهير النادي الاهلي. فعشان كده ان شاء الله يا جماعه ما نستعجلش، ان شاء الله ان شاء الله اهم حاجه يجي اسم كبير، اسم كبير اللي هو صاحب عقليه فنيه كبيره، مش اسم كبير وخلاص. ابو سمير يعني احنا ايام ما كنا بنلعب يعني كان مستر هيدوكوتي، كان معاه كابتن فؤاد شعبان، كان كابتن فؤاد شعبان بيكمل مستر هيدوكوتي في العلاقه اللي هي بين اللعيبه والمدرب الاجنبي. النقطه دي مهمه قوي يا ميدو. تمام. العلاقه اللي هي بين المدرب الاجنبي واللعيبه، ان بيعرف اللعيب المصري تاخد منه حاجات كتيره جدا الناحيه النفسيه، يعني تتكلم معاه وتريحه وتديله وضعه كلاعب في الفرقه ومحتاجينك وممكن هتلعب ممكن في اي وقت، زي ما كان بيحصل معنا. يعني اول ما طلعت بقعد متمنى ان انا اقعد في وسط اللعيبه الكبار اللي كانوا موجودين، مره واحده بقيت بلعب في وسطيهم، مره واحده ببقى من ما تكلمنا كابتن وتفكرنا كده بالذكريات. والله بص يعني انا كنت انا في الناشئين الاهلي ميدون، يعني انا عايز اتكلم في حته من ضمن الحاجات دي. تمام. ان عماد متعب وحسام حسن وطبعا كابتن محمود الخطيب وكابتن زيزو ومحمد رمضان، يعني مش عايز انسى حد طبعا، ايمن شوقي، يعني مجموعه وانت من الناس الموجوده، الناس دي طلعت منين يا ميدو؟ طلعت من ناشئين النادي الاهلي اكيد. فالفرويد اللي هو بيطلع من ناشئ بيبدا من السن مثلا 14 سنه. تمام. بيلعب مسابقه فبيبان ان الراجل ده هداف. تمام. كنت انا مثلا كنت انا في 16 سنه كان طارق ابو زيد 14 سنه. فالناس كان انا معايا كان خالد جدالة وجمال الجندي الله يرحمه وجمال جوده وعادل عبد المنعم واحمد ناجي، يعني مجموعه كبيره جدا مش عايز انسى حد طبعا. كان الجماهير بتيجي تحضر، احنا كنا في الجزيره، نادي الجزيره في النادي الاهلي في الجزيره في التتش طبعا. فكنا بنروح الجماهير بتيجي من الصبح، عارفه الماتشات الناشئين بتبدا الساعه 10، الساعه 10 وبعدين الساعه 1 بعد الصلاه وبعدين الفريق الاول مثلا لو في تمرين ولا حاجه، فالناس بتيجي بتحضر. الكلام ده ما بيحصلش، ما حدش بيتابع الناشئين. فالنجم اللي بيطلع من الناشئين بيبقى هداف، بيستمر هداف في الناشئين لغايه لما بيروح منتخب ناشئين، بيروح منتخب الشباب بيطلع فريق الاول. من هنا بنخلق، يعني عشان احنا بنتكلم دلوقتي فين الفراوده بتاعت مصر، يعني من ضمن الكلام ان مفيش فراوده ولا مفيش فراوده، مفيش تشوف فراوده، ما هي يعني العيب فين؟ قلت لك يا ميدو هتطلع ازاي؟ انت كنت هداف مثلا بتطلع ازاي؟ من تحت، بتاخد المرحله السنيه بتاعتك. تمام. والعين الخبره اللي هي بتنقي ان الراجل ده، يعني انا كابتن مصطفى عصمت الله يرحمه هو اللي اكتشفني. فين؟ انا كنت رايح اختبارات، قلتها قبل كده، يعني رحت اختبارات ومن حدائق القبنة ورحت معانا 10 انفار من المنطقه نختبر واحنا صغيرين جدا، ولا اهلي يعرفوا ولا حد، ولا ابويا ولا امي يعرفوا الله يرحمه، محدش يعرف خالص ولا اخواتي ولا اي حد. تروح اختبارات النادي الاهلي؟ اروح اختبارات النادي الاهلي. اول اختبارات وانا من حدائق القبة. يعني اول اختبارات رايحين النادي الاهلي على طول. تمام. تحت 14 سنه، يعني عندي 12 سنه ولا 13 سنه ورايح. تمام. من حدائق القبة رايح التحرير، بركب مواصله لرمسيس ومن رمسيس للتحرير وانزل امشي كوبري قصر النيل واخش على النادي الاهلي في الجزيره وانا صغير. تمام. يعني بص قد ايه والله الواحد لما بيفتكر الواحد ما بيقولش كان بيعمل الكلام ده ازاي. تمام. فهي الفكره بتاعت انك تلعب في الناشئين، اختبروني، نزلنا 5-5، جت لي الكره رقصت واحد الثاني، رقصت الجون حطيتها جون. فالكابتن مصطفى قال تعالى تعالى، راح مختارني بعد كده اختبار وبعد كده اختبار، بس طبعا. الحمد لله يعني وفقت فيها. فهي بتبقى توفيق من عند ربنا طبعا. احكي لي بقى وانت رايح تقول لاهل حضرتك انا بقيت في نادي الاهلي. طب انت راجع ازاي؟ هقولها لك ده يا ميدو لو انت ما سمعتهاش قبل كده. انا ما سمعتهاش. انا كنت بنلعب ماتش 16 سنه. بص بقى الفتره دي قد ايه؟ تمام. نلعب ماتش 16 سنه اهلي وزمالك. فربنا كرمني وجبت جون في الزمالك، فنزل جورنال الجمهوريه بينزل عمود صغنن كده في الجنب عن دوري الناشئين، فوز الاهلي على الزمالك، احرز الهدف فوزي سكوتي. والدي كان في اكاديميه البحث العلمي، مدير في الشغل هناك، فالموظفين عنده بيقروا فلقوا فوزي سكوتي. انا اسمي احمد محمد فوزي حسن سكوتي. تمام. والدي محمد فوزي مركب. تمام. بس هم لما كابتن عوضين وكابتن مصطفى عصمت بتاع نقوا كلمه سكوتي وخدوا اللقب، قال لك فوزي سكوتي. تمام. فكلمه احمد دي اللي يعرفها اللي هم من المنطقه عندي مثلا متربيين معايا ولا حاجه. تمام. او كان معايا في الشرطه يعني. ف وانا لقى الاسم فقالوا له الحق ايه ده؟ اوعى تقول لي ان هم ما كانوش يعرفوا. شوف انا بقول لك قد ايه، بص التحدي اللي انت وانت صغير اتكلم بجد يا كابتن وعايز تلعب. ما يعرفوش ان انت لعبت في النادي الاهلي الفتره دي خالص.
ما انا بقول لك بص، هو يعني والدي الله يرحمه جه كل اللي همه قال لي بص انا عايز اعرف انت بتروح ازاي واحنا يعني كنت بتروح امتى، بتسيب المدرسه ولا مثلا بتروح ازاي، بتركب ايه، معاك فلوس ولا معاكش، بتروح ازاي؟ انا والله العظيم ما اعرف الكلام يعني الأول يعني مرة يعني أعرف. يعني زي بص يعني برضو نفس الكلام ده بنقوله عشان الاشبال الصغيرين. لا احكي لك يا كابتن، استنى مش عدي النقطه دي. مش عدي والله. ازاي بتروح بتاخد مثلا شنطه تمرينك وبترجع بشنطه تمرينك ازاي؟ ما بص كنت بداري كل حاجه، البس البنطلون والشورت تحتيه ولما اروح اتمرن واخلص وارجع بسرعه لغايه. بقول لك خايف من رد فعلهم ان انت لا دراسه ولازم تلتزم. مفيش، احنا من زمان ما كانش فيه يقول لك لعيب الكوره ده. اه انا عارف يعني انت اهم حاجه الدراسه. انا عانيت. اخواتك كلهم وانت هتطلع لي لعيب كوره. انا عانيت. فطبعا لو دلوقتي كان اقول لك العب كوره. الله يرحمه. فالله يرحمه يعني. فهي وكانوا فرحانين جدا طبعا، هو من جواه فرحان جدا ان بس هو يهمه ازاي انت كنت بتروح بالظبط وازاي بتلعب وازاي بتسيب المدرسه وبتقول. فهي لما بيكون الواحد وهو صغير كبير قوي يعني بتبقى عايز توصل، عايز توصل اصرار يعني. حتى وانا في الشرطه والله يا ميدو بجد، وانا في الشرطه انك ازاي بتحضر الصبح التمرين الطابور، بصحى الساعه 5 الصبح وانزل احضر طابور البس بياده والسلاح وبمشي زي الطلبه بالظبط، وتدريبات لياقه ساعات بتنزل بالشورت والفانيلا الصبح بدري وتعمل تدريبات لياقه زي ما بتتفرج عليهم دلوقتي. انا عارف يا كابتن، عارف. اخلص اطلع الفطار وبعدين نقعد وبعدين اخد التصريح واجري بسرعه عشان اطلع اروح البيت اغير وبعدين اطلع اروح للنادي عشان اتمرن وارجع. فاللي عنده يعني ده تملي بقولها للناس اللي زي محمد صلاح لما كان بيجي من طنطا يروح المقاولين ويركب المواصلات والبتاع، يعني بيبقى توفيق من ربنا وبعدين هو عايز، فدي بيبقى اصرار من جواك انك عايز توصل. يعني اتمنى بقولها للولاد الصغيرين عندنا واللعيبه الصغيره. وانا كان بالمناسبه كنت وانا بمرن في الاهلي كان عندي حسام غالي وعماد متعب وائل شيتوس والشيف اكرامي، مره وانا قابلوني قالوا لي يا كابتن، كان ايام مستر مانويل جوزيه. تمام. من ضمن الحاجات يعني قال يا كابتن احنا مش هنقدر، احنا هم كانوا لعيبه كويسه جدا، فقالوا لي يا كابتن احنا عايزين نمشي لان احنا مش بيشتروا لعيبه وبيجيبوا لعيبه مش حنا. قلت لهم اصبر انتوا لعيبه كويسه. وسبحان الله جت الكابتن حسن شحاته ومع اسماعيل يوسف منتخب الشباب. تمام. فخدوهم في المنتخب. كان مانويل جوزيه كان جه سنه في النادي الاهلي وساب الاهلي ومشي. الكابتن فتحي مبروك كان طلع في الفتره دي، مسك الاهلي الفتره دي. بالظبط. فضمهم بعد ما لعبوا في المنتخب وظهروا، كانوا كويسين جدا طبعا. عماد كان هداف جدا، حسام غالي برضو بمستوى عالي جدا، وقال شيتوس وشريف اكرامي برضو كان هايل جدا. أكيد. فكان ومعاهم زميله كمان اسامه حسني، يعني مش عايز انسى حد، لعيبه كويسه جدا. تمام. فهو طول عمره عماد، بس برجع لك نفس النقطه ان هي لازم اللعيب في النادي الاهلي اللي احنا بندور على فراوده، يعني انت دلوقتي بتدور على فرود صح؟ ما انا لازم اشوف تحت، وبعدين لما بيطلع من النادي غير لما بجيبه من بره. بالظبط. ليه؟ بالزبط. اللي بيتربى في النادي الاهلي خد على ان الولد بيتمرن بيلعب وخد على الجو العام. احنا انت فاكر مركز تاني يعني ايه؟ خسران. بالظبط. في اي نادي تاني مركز تاني ده بيعملوا له فرح، لكن انت مركز تاني في اي نادي، النادي الاهلي بالذات خلاص ما عندوش الكلام ده، ما عندوش، يعني اكنك زي الاخير، فبتلعب على بطوله. فبتتعلم وانت داخل النادي، لان حصلت في بعض السنوات وسمعناها من بعض اللعيبه بيقول لك هو النادي الاهلي لازم يكسب كل ماتش، هو لازم يعني ما يتغلبش، ما هو دول جايين من فرق تانية انه مش متعودين على ان كل ماتش ماتش، يعني احنا كنا نتعادل في ماتش ما ننزلش من البيت. تمام. الجمهور مش هيسيبك. تمام. فهي دي النقطه اللي بتفرق، انك تجيب اي لعيب من بره. هو صحيح لعيبه بتبقى كويسه وبيندمج مع الفرقه، بس الانطباع اللي جواه ان وحظهم حلو كمان ان الجماهير ما بتحضرش. بالظبط. انت واخد بالك يا ميدو؟ بالظبط. النمره واحد يعني بعد ربنا طبعا للنادي الاهلي بالذات جماهيره. يعني انا 100 مره اقولها، جماهير النادي الاهلي اساس نجاح بعد ربنا طبعا، اساس نجاح النادي الاهلي في كل الالعاب، يعني حتى في الالعاب اليد لما بنتفرج عليهم في اليد وهم بيلعبوا في الصاله بتاعت النادي، الجماهير عامله ازاي؟ بتهزوا الصاله، بتهز، لا بتخلي اللعيب يعمل ازاي يا ميدو؟ يطلع اللي جواه. دايما انا عايز ايه من اللعيب؟ بيطلعوا حاجه من اللعيب، مفيش اي حد يعرف يطلعها. دلوقتي بروح الاستاد، تمام؟ رحنا برج العرب، الماتش بيتلعب 50 60 واحد قاعدين، اللعيب نازل مفيش الجماهير ماليه الاستاد زي منتخب مصر كده، تلاقي داخل نازل الملعب، الجماهير دي بتهز اللعيب، وانت جربت
تلاقي نفسك من جوه عايز تنزل تسخن وعايز اجري وعايز وابسط الناس دي وافرحهم وبتبقى انت نفسك فرحان. ده اسمك بس دي حاجه ومكان احنا ايامنا ما كانش فيه يعني المقابل ضعيف جدا بالنسبه لدلوقتي. في النقطه دي دلوقتي يا كابتن حضرتك كنت بتعمل كل ده ومفيش مقابل. ما ببصش للمقابل. هو مفيش اصلا مقابل. انا عايز الاول اكسب. مقابل يعني حاجات تشجيعيه. ما كناش بنروح معسكرات والله. يعني ما بنروحش قبل الماتش بيوم او بتاع نقعد في معسكر بتاع. نروح قبل الصلاه نروح نتغدى نصلي الجمعه مثلا. كان التملي بنلعب يوم جمعه. نروح بدري نتغدى نطلع على الصلاه. من الصاله تاخد المحاضره تطلع الماتش. طب ايه اللي حصل يا كابتن؟ يعني ايه اللي حصل؟ اختلفت. لا اختلف. بص يعني انا اللي انا بقول لك عليه ان النادي الاهلي لما قلنا نقول كابتن حسن شحاته لما كان معاه المنتخب النادي الاهلي كان عامل ازاي؟ ونادي الزمالك عشان ما اقولش الاهلي بس تمام. ونادي الاسماعيلي تمام. ونادي الاتحاد كان فيه بعض في كل نادي هتلاقي لعيبه كويسه. كان في عناصر مميزه قوي. فالمدرب المنتخب بيجي ما بيتعبش ما اتمنى انا اقول يا مدير. بص يا ميدو المدرب المنتخب بيمرن الفرقه؟ لا قليل. يعني انا كنت تملي بشوف المدرب المنتخب مع احترامي ليهم طبعا بيقعد في المدرج بيراقب الماتشات بالظبط. فبيجي يقول لك ايه ميدو لا ميدو النهارده كويس اخد ميدو فوزي كويس لا بكره ميدو بقى وحش لا مش هاخد ميدو واخد بالك. لكن هو بيمرن هل بيديهم فكره؟ عشان كده لما قلنا مدرب مصري او سياده الرئيس قال مدرب مصري فعلا عنده حق. ليه؟ المدرب المصري عايش معاك. يعني انا اسالك عن مدرب عارف التحديد. عارف اللعيبه. انا مش قصدي ضد المدرب الاجنبي بالعكس. انا بقول لك كان مدربين اجانب هم اللي طلعونا هم بس كانوا الخامه اللي كانت موجوده عنده الحته العين اللي انت بتقول عليها يعرف اطلع ميدو اطلع فوزي بيختار هدا ليه تاثير. كان زمان يا كابتن مش زمان قوي يعني الفرقه كلها نجوم ونجوم تقيله قوي تمام. ايه اللي حصل بقى؟ يعني حتى ميدو حتى اللي كانوا بيجيبوهم من بره واحد او اتنين بالظبط. يعني بجيب الكابتن محسن صالح واخد بالك بعد كده جبت محمد رمضان بعد كده بجيب ناس يعني في كل انا بتكلم في كده واحد او اتنين بيدخل على الفرقه بس كيان الفرقه. دلوقتي لما نيجي نحسب الموجودين هتلاقي اللي بره اكتر من اللي جوه مع احترامي طبعا اللعيبه كلها لعيبه كويسه جدا. فاللي يجي يمسك النادي الاهلي مع اي لعيبه موجوده هياخد بطوله. طب ممكن يكون انت كنادي كبير كل طموحاتك بطولات ومفيش اساسا زي ما حضرتك بتقول المركز الثاني دوت يعني خلاص زي المركز اللي قبل الاخير او الاخير كمان برضو انت كنادي عايز تجيب لعيب جاهز عايز تجيب لعيب فورمه عايز تجيب لعيب يعني خلاص تكون زي مثلا ولا بلاش نقول امثله بدي لك في العموم يعني ريال مدريد نفس الكلام برشلونه نفس الكلام بيدور على اللعيب الجاهز بيطلع كل سنه او كل ثلاث سنين بيطلع واحد او اثنين بنشوف كده في كل الانديه الكبيره تمام. ايه اللي حصل برضو بره في احتراف كامل في كل حاجه بيجيبوا لعيبه بيشتري لعيبه لعيب بيساوي الشغل الفلاني بس عنده قاعده تحت بيطلع تمام بيطلع برضو تمام. وعنده نجم يعني زي ما شفنا رونالدو يعني ساب في عز ريال مدريد وفرق مع ريال مدريد جامد جدا فرق مع الدوري الاسباني كله يعني بقى شكل حاجه ثانيه. محمد صلاح في ليفربول برضه والمجموعه اللي معاه كلها فرق مع الفرقه بالظبط. فانا قصدي ايه اللي يجي النادي الاهلي بيفرق ما بيتساويش مع زي اللي موجود ما بجيبش مثلا عشان بجيبه خلاص يعني صح لا طبعا. وبعدين طبعا. اللي بطلع من تحت ميدو اللي بطلعه من تحت الناس تقيله حتى لو جبته من بره عنده 16 سنه 17 سنه 18 سنه السنتين اللي هيقعدهم في النادي في الاشبال تحت هيتعود على ان النادي الاهلي بيلعب على بطوله بالظبط فاندمج لان في لعيبه كتيره جت برضو كبار ولعبوا واندمجوا مع الفرقه بالظبط. بس انا تملي بقول ايه الكيان بتاع الفرقه بتاع النادي الاهلي الاساس كله من ولاد النادي تمام. فاللي بجيبه من بره بجيبه فعلا محتاج باك شمال اجيب باك شمال محتاج فيرود اجيب فيرود يعني دلوقتي في الاخر الاتجاه للاعارات وان انت تطلع ناشئ ياخد خبرات في الدوري وبعد كده يرجع لك جاهز اعتقد ان ده برده كان قرار صحيح جدا. انا معاه انا اطلع لعيب بدل مش هيلعب اطلعه حته تانية يلعب ويشتغل عليها لان دلوقتي عدم وجود الجمهور بتفرق كتير يا كابتن بصراحه. هيلعب في الاتحاد هيلعب في الجونه هيلعب في اي حته هي هيقابل الاهلي هيقابل الزمالك هيقابل الاسماعيلي هي مفيش جمهور. لما يكون في جمهور هتفرق كتير الجمهور هتفرق جمهور يعني احنا نتمنى ان شاء الله مع اللجنه الجديده ان شاء الله ان هم قالوا الماتشات الجايه بتاعه الدوري هتبقى يتعمل فيها
الجماهير زي النظام اللي كان معمول في بطوله افريقيا. نفسنا عادي جدا نفسنا والجماهير التزمت كمان. وانت بتتفرج على الدوري الانجليزي اكيد, الدوري الاسباني مفيش كرسي فاضي, الماتشات كلها فرقه صغيره او فرقه. ولو طلعت الجماهير هيبقى نفس المنظر اللي بتشوفه هنا يعني, مع بس الشكل الجمالي في الملعب. واحنا عايزين كده لان الجمهور ده هو المتعه بتاع الكوره طبعا. هو انت جربت وشفنا طبعا. ما بنقعد لو انت قاعد بره حتى احتياطي بتتمنى المدرب يقول لك مسخن طبعا, عايز تنزل عشان الناس اللي قاعده دي بالظبط. ودلوقتي الاعلام ما شاء الله يعني كل القنوات وبتاع, كان زمان قناه واحده اللي بتذيع نقعد نلف حواليها, دلوقتي كل قنوات كتيره جدا بتذيع وبتعيد وتوريك اللعيب ده جاب جون واللعيب ده, يعني بالنسبه لك حاجه كويسه جدا, فبتدي انطباع ليك انت عايز تدي, وكل لما تدي عايز تاني تمام. مش مثلا توصل لمستوى وخلاص. تمام. تعال نروح وهنرجع تاني اكيد لموضوعنا الاساسي, لكن تعال نروح لقطاعات الناشئين. وحضرتك دلوقتي ماسك قطاع الناشئين في نادي الصيد. نادي الصيد ايه اللي بينقص قطاعات الناشئين يا كابتن فوزي؟ يعني دلوقتي انا ماسك دلوقتي, السنه اللي فاتت كنت ماسك قطاع الناشئين والبراعم والاكاديميه, السنه دي فصلوها شويه مع الكابتن امين عرابي اخويا طبعا وزميلي تمام توفيق معاه, مسك قطاع الناشئين ومسك الفريق الاول تمام في نادي الصيد. فانا ماسك دلوقتي البراعم والاكاديميه والخماسي والفريق الاول يعني مدير فني الفريق الاول وقطاع الناشئين ف دلوقتي انا ماسك البراعم والاكاديميه والكره الخماسي وفريق الانيسات تمام او البنات بتاع الكره تمام. فبنشتغل فيها, ولان في نادي الصيد بالنسبه للناشئين هم اولاد النادي, ما بنعملش اختبارات او بنجيب من بره بالزبط. فبتفرق عن اي نادي تاني يعني غير الاهلي الزمالك, غير حتى لو انا كنت في الشرطه وفي الداخليه كنا بنعمل اختبارات نجيب من بره وتنقي براحتك. انت دلوقتي بتشتغل على القماشه اللي عندك النادي بس النادي بس وبتشتغل معاهم عايز اعمل نشاطات لاعضائه بس, وبنعمل يعني الحمد لله وبنعمل بدانا في معسكرات بتتعمل والناشئين برضه عملوا معسكرات والفريق الاول بدا يجهز يعني والاكاديميات شغاله وبنعمل الدوره اللي انت بتاعت البراعم اللي كل سنه بتاعت نادي الصيد جميله جدا, وان شاء الله ربنا وفقنا نقدر ندخل فيها فرقتين من الدول العربيه او فرقه من افريقيا ندخلهم تبقى دوره دوليه للبراعم في نادي الصيد بتعمل كل سنه في اجازه الشرطه السنة. برضو قطاعات ناشئين قعدت في الشرطه فتره كبيره وقعدنا وبعد كده انتدبت في الشرطه انتدبت للنادي الداخليه واشتغلنا فيها وعملنا قطاع جامد جدا ناشئين وفريق الاول, وفي فتره اشتغلت فريق اول وطلعت ساعدنا على ان ربنا وفقنا ان احنا بنلعب في نفس المجموعه بتاعت الشرطه, فالشرطه كانت بتنافس على ان تصعد, كان معاها الانتاج ومعاها السكه الحديد تمام ومعاها الشمس, كان الكابتن مصطفى يونس بيمرن الشمس تمام, والانتاج كان الكابتن عايز افتكره معلش الواحد بدا ينسى شويه لا كابتن فيها لا لا الانتاج والكابتن وكان فريق طنطا برضو كان جايين بيلعبونا مثلا بنلعب في نادي البلاستيك تمام, كنا بنتمرن في نادي البلاستيك 5000 واحد جايين من طنطا وربنا وفقنا وكسبناهم, فكنا بنوقف الفرق اللي هي هتقابل الشرطه يعني من ضمن احنا بنلعب عشان احنا كنا برضو مهددين بالهبوط, فربنا كرمني وفضلنا في الدوري الممتاز به تمام, والشرطه صعدت الحمد لله. قعدنا اشتغلنا في الموضوع ده الناشئين والحاجات دي كان في دعم كويس قوي من الوزاره, كان في دعم كبير وكان فعلا يعني اهم حاجه في الانديه اللي هي بتعاني منها دلوقتي معظم الانديه دعم. اللي هو الدعم طبعا, عنده ناشئين ما بيلاقيش يلبس فانيلا. احنا شفنا الشرطه لما كان في دعم كانت لا حاجه, حاجة كبيرة. بجد جميل يعني, انا حزنت لما الشرطه هبطت والداخليه هبطوا, مجهود لناس كبيره جدا ناس كتيره جدا مجهود عملته عشان الفرقه دي تطلع, ما كانش في دعم يا كابتن بصراحه, فهو الدعم ده نمره واحد يا ميدو يعني, الدعم فعلا الدعم المادي ده اساس ان هو بيساعد انك انت توفر لك الادوات, اوفر لك الملعب, اوفر لك لبس, اوفر لك وجبه, معسكرات, اوفر لك معسكرات, اوفر لك عقود لعيبه, اوفر لك بدل انتقال للعيب. ما هو اللعيب دلوقتي بيعاني يعني, لعيب الكوره اللي بيروح الانديه والحاجات دي بيبقى برده لسه على قده يعني, ما فيش عربيه, ما فيش بيركب مواصلات, محتاج فلوس عشان بدل انتقال يتحرك بيها, فالناشئين دي في اي وجبه بعد التمرين وجبة يعني حاجات بجد, ولاعيب الكوره سبحان الله يعني حتى بتاعت بره لعيبه بره بيبقى طالع من يعني اسر متوسطه يعني واخد بالك, فمحتاج يساعد, وبعد كده لما ربنا بيكرمه بيساعد عيلته وبيساعد اسرته بتبقى بالنسبه له حاجه كويسه, فالدعم المادي ده اللي احنا بقول عليه بتكلم عليه مهم قوي قوي.
يعني حتى النوادي دلوقتي الكبيره لو عانت من الدعم خلاص بتبقى شكرا. مشكله شكرا. عايز اجيب لعيب كويس مش قادر، عايز اجيب مدرب كويس. في انديه بدات تنزل كمان من قله الدعم، ما هي الانديه كانت المفروض ان هي عندها دعم كبير احنا جدا. بنشوف دلوقتي الانديه الشعبيه اللي هم اللي بيجيب مثلا رجل اعمال او بيجي رئيس نادي بيصرف وبيطلع وبيحاول يعمل يدخل دعم او جايب حد يتولى شؤون الفرقه يصرف، ما بيستمرش عشان يستمر، ما بيستمرش لان برضو اللعيبه ما بتساعدش، لان برضو الامكانيات بيلاقي الفرقه ما بتحققش النتائج، فالراجل بتلاقي غصب عنه ما بياخدوش، فعايز بس الدعم ده لازم مستمر، لان الفرقه ممكن تهبط ولو نزلت ما بتطلعش تاني، عشان تطلع صعب جدا. احنا شفنا الترسانه، يعني اتمنى طبعا لعلاء ميهوب ربنا يوفقه في الترسانه السنه دي، هيبقى محتاج دعم جامد جدا معنوي ومادي وانه يصعد بالفرقه ترسانه طبعا. ترسانه دي كان انديه كتير، انديه كتير السكه الحديد المنصوره المحله الحين فريق الفرقه ما هي دي اميره ايه، دي اللي عندهم جماهير يعني الاهلي يروح يلعب المحله يروح يلعب طنطا في جماهير صح موجوده. كان معايا جمال بجاته امبارح قال لي بصراحه الدوري بتاعنا يعني ممكن نقول عليه دوري شركات اكتر ما هو دوري بقى جماهير، ما هي يعني بس على الاقل لما يكون ماتش اهلي وزمالك اسماعيلي اتحاد بيلعبوا تستمتع بالجماهير، دخل الناس، الناس تخش تحضر وقنن اللي انت عايز تقننه زي ما انت عايز، ان الناس بنظام التذاكر وبعدين تتباع من بدري. يعني دلوقتي انا عايز احضر ماتش السوبر بتاع الاهلي والزمالك متحدد من دلوقتي مثلا، تحدد التاريخ بتقطع التذكره انت خلاص عارف، وايه ممكن يتلعبش في مصر ممكن تلعب زي ما بيحصل بره، بيجي يقول لك هروح يتلعب في اي دوله تانية تمام. تلاقي الجماهير هناك، طب دول راحوا ازاي؟ بيروح والله تذاكر وفنادق وكل ده بيتحجز، بيروح كل ده يتعمل هنا كده برضه هترجع لنا رونق الكوره طبعا بامانه طبعا. انت ما احنا كلنا اهو ما احنا لعيبه كوره. طب احنا يعني قبل ما نطلع فاصل اسال حضرتك سؤال، ايه اللي مأخرنا في رجوع الجماهير مع ان احنا رجعناهم في افريقيا وكانت الدنيا جميله قوي، ولا دي جماهير راحت تتبسط؟ هي بتبقى ناحيه بص هي ناحيه امنيه نمره واحد طبعا لو بياخدوا موافقه الامن، ان بس لو اتنظمت بالطريقه اللي هي زي افريقيا دي المانع ما خلاص، وزي ما الاهلي بينظم بصراحه خلاص بقت منظمه تمام. واللي يعمل حاجه شغب اي حاجه يتحاسب. انا معاك جدا، لا يتحاسب. فانت قبل ما تعمل الكلام ده ميدو عندك قانون، يبقى في قانون اقدر احاسبك. ما فيش واحد مثلا يكسر كراسي او يضرب طوبه او يضرب ازاز واخد بالك، او يضرب على الشرطه او يضرب على الجيش او اي حاجه وبعد كده يدخل وشويه يروح طالع يقول لك معلش اصل عشان طالب ومش طالب، لا لازم في قانون. فالقانون بيسري عليه على الكل لازم، فلو في قانون ودخلت الناس يبقى انت كده يا ميدو احنا محتاجين ده، الانديه محتاجه روح الكوره، هي روح الكوره. وبعدين يعني بيني وبينك الكوره اي ماتش تلاقي الناس كلها بتبص على الماتش ده، الناس دلوقتي بقت الاولاد حتى الصغيرين كابتن كل السوشيال ميديا كله دلوقتي كوره بيتكلموا، لا الاولاد الصغيرين كرة. بيتكلموا عن فرق ليفربول ومحمد صلاح وفريق برشلونه والحاجات دي بالزبط. اكتر ما بيتكلموا على الدوري المصري، متابعين جامد جدا ويمكن حافظين اكتر منا بكتير. لكن احنا عايزين نرجع والله دي كتير يا كابتن. هنرجع دي مع الجمهور ان شاء الله. الجمهور بقى بص يعني انت سهل قوي، لو انا في اتحاد الكوره مسؤول هقول لك ماتش الاهلي جمهور عمل مشاغبه، الجمهور نفسه عمل مشاغبه لعاقب الراجل اللي اتشاغب، لما تم حوقف الماتش اللي بعديه من غير جمهور، لكن ما عاقبش النادي قول له ادفع غرامه، ما انت كده بتزود حمل على النادي. يعني انا بقول للنادي عليك 50,000 جنيه، طب النادي ذنبه ايه؟ يعني الاهلي او اي نادي الزمالك او بتاع اجي اقول له ادفع 50,000 جنيه غرامه عشان عندك في جماهير دخلت كسرت المدرجات؟ لا، وانا ممكن واحد يدخل لي اصلا مش من جمهوري يعمل أيوة اي حاجه، هيقول لك ممكن واحد يدخل عشان اقول لك فبيتعاقب. لا انا امسكه واخد بالك، والكاميرات تشتغل والتذكره موجوده صح. والكراسي محدوده، اللي يعمل حاجه تعالى صح اتحاسب، يبقى في راضي عشان ما نقعدش بقى كل شويه نقول مفيش جمهور، لا معلش، لا اصل الامن، لا اعمل نظام سيستم واعمل قانون كويس ودخل الناس بتروح تستمتع. طيب هو المناوض بكده اتحاد الكوره اللي عين من قبل الفيفا اللجنه الخماسيه لحضرتك طبعا اكيد انا هسال حضرتك فيها بعد ما نطلع فاصل وتشرب الشاي بتاعك ان شاء الله. ماشي جميل مع النجم الكبير الكابتن فوزي سكوتي. اهلا بحضراتكم من جديد، كنت قبل الفاصل بسال الكابتن الكبير الكابتن فوزي سكوتي عن اللجنه الخماسيه اللي عينت من قبل الاتحاد الدولي لاداره الاتحاد المصري لكره القدم. يعني هو كنت جبت الدكتور محمد فضل الله اللي هو خبير اللوائح، وقال اصلا ما يحقش الاتحاد الدولي ان هو يعين لجنه
في الاتحاد المصري لكن خلاص اتعينت خلاص واحنا كل اللي قدامنا ان احنا نتفائل وان احنا ندعم. ما هي جايه من الاتحاد الدولي توافق خلاص تمام ما حدش اعترض تمام فاحنا ما فيش قدامنا حلول يا كابتن غير ان احنا ندعم ونتفائل. حضرتك شايف الموضوع ازاي؟ يا ريت يعني هم اللجنه دي الله يكون في عونها برضه يعني جايين في وقت صعب جدا وكلهم ناس افاضل وربنا يكرمهم ويوفقهم ان شاء الله. الله يكون في عوني الله يكون في عوني ان انا اعمل حاجه كابتن فوزي اخدم بيها بلدي. لا لا الله يكون في عوني من ناحيه ايه اقول لك انا اتفضل. اللي المفروض يحصل يا ميدو بامانه بجد انا كعضو مجلس اداره اتحاد الكوره رئيس اتحاد كره القدم تمام انا مش موظف في اتحاد الكوره ما باخدش مقابل تمام نمره واحد. انت شايف الموضوع ده صح يا كابتن؟ استنى بس طب يعني عشان النقطه دي كمان قبل ما نغفلها شايف ان انا اشتغل بدون مقابل؟ اللي في الاتحاد الدولي بيشتغل بمقابل ولا بدون؟ الله اعلم. بلاتر كان بياخد فلوس كان بياخد مرتب تمام فهو احنا بالنسبه لنا اللي هو بيدخل مجلس اداره حتى الانديه ده ملوش دعوه. طب ليه لا؟ ليه لا يا كابتن؟ ما هي لو اتعملت كده وبقت عضو مجلس الاداره او رئيس اتحاد كره القدم بيقبض مرتب لازم كل يوم متواجد. طب ما ده المفروض. لو مش هينفع انا كعضو رئيس اتحاد الكوره او عضو اتحاد الكوره بعين لجنه. تمام. فانت قبل ما تعمل الكلام ده ميدو عندك قانون يبقى في قانون اقدر احاسبك. ما فيش واحد مثلا يكسر كراسي او يضرب طوبه او يضرب ازاز واخد بالك او يضرب على الشرطه او يضرب على الجيش او اي حاجه وبعد كده يدخل وشويه يروح طالع يقول لك معلش اصل الظروف عشان طالب ومش طالب. لا لازم في قانون. فالقانون بيسري عليه على الكل. لازم. فلو في قانون ودخلت الناس يبقى انت كده يا ميدو احنا محتاجين ده. الانديه محتاجه روح الكوره. هي روح الكوره وبعدين يعني بيني وبينك الكوره اي ماتش تلاقي الناس كلها بتبص على الماتش ده. الناس دلوقتي بقت الاولاد حتى الصغيرين كابتن كل السوشيال ميديا كله دلوقتي كوره بيتكلموا. لا الاولاد الصغيرين كرة. بيتكلموا عن فرقه ليفربول ومحمد صلاح وفريق برشلونه والحاجات دي بالزبط. اكتر ما بيتكلموا على الدوري المصري. متابعين جامد جدا ويمكن حافظين اكتر منا بكتير. لكن احنا عايزين نرجع دي هنرجع دي مع الجمهور ان شاء الله. الجمهور بقى بص يعني انت سهل قوي لو انا في اتحاد الكوره مسؤول هقول لك ماتش الاهلي جمهور عمل مشاغبه. الجمهور نفسه عمل مشاغبه لعاقب الراجل اللي اتشاغب لمتى هوقف الماتش اللي بعديه من غير جمهور. لكن ما عاقبش النادي اقول له ادفع غرامه. ما انت كده بتزود حمل على النادي. يعني انا بقول للنادي الاهلي عليك 50,000 جنيه. طب النادي ذنبه ايه؟ يعني الاهلي او اي نادي الزمالك او البتاع اجي اقول له ادفع 50,000 جنيه غرامه عشان عندك في جماهير دخلت كسرت المدرجات. لا وانا ممكن واحد يدخل لي اصلا مش من جمهوري يعمل أيوة اي حاجه. ايوه هيقول لك ممكن واحد يدخل عشان اقول لك فبيتعاقب. لا ان انا امسكه واخد بالك والكاميرات تشتغل والتذكره موجوده صح. والكراسي محدوده اللي يعمل حاجه تعالى صح اتحاسب يبقى في راضي عشان ما نقعدش بقى كل شويه نقول مفيش جمهور. لا معلش لا اصل الامن لا اعمل نظام سيستم اعمل قانون كويس ودخل الناس بتروح تستمتع. طيب هو المناوض بكده اتحاد الكوره اللي عين من قبل الفيفا اللجنه الخماسيه اللي حضرتك طبعا اكيد انا هسال حضرتك فيها بعد ما نطلع فاصل وتشرب الشاي بتاعك ان شاء الله. ماشي جميل مع النجم الكبير الكابتن فوزي سكوت. اهلا بحضراتكم من جديد. كنت قبل الفاصل بسال الكابتن الكبير الكابتن فوزي سكوتي عن اللجنه الخماسيه اللي عينت من قبل الاتحاد الدولي لاداره الاتحاد المصري لكره القدم. يعني هو كنت جبت الدكتور محمد فضل الله اللي هو خبير اللوائح وقال اصلا ما يحقش الاتحاد الدولي ان هو يعين لجنه في الاتحاد المصري لكن خلاص اتعينت خلاص واحنا كل اللي قدامنا ان احنا نتفائل وان احنا ندعم. ما هي جايه من الاتحاد الدولي توافق خلاص تمام ما حدش اعترض تمام فاحنا ما فيش قدامنا حلول يا كابتن غير ان احنا ندعم ونتفائل. حضرتك شايف الموضوع ازاي؟ يا ريت يعني هم اللجنه دي الله يكون في عونها برضه يعني جايين في وقت صعب جدا وكلهم ناس افاضل وربنا يكرمهم ويوفقهم ان شاء الله. الله يكون في عوني الله يكون في عوني ان انا اعمل حاجه كابتن فوزي اخدم بيها بلدي. لا لا الله يكون في عوني من ناحيه ايه اقول لك انا اتفضل. اللي المفروض يحصل يا ميدو بامانه بجد انا كعضو مجلس اداره اتحاد الكوره رئيس اتحاد كره القدم تمام انا مش موظف في اتحاد الكوره ما باخدش مقابل تمام نمره واحد. انت شايف الموضوع ده صح يا كابتن؟ استنى بس طب يعني عشان النقطه دي كمان قبل ما نغفلها شايف ان انا اشتغل بدون مقابل؟ اللي في الاتحاد الدولي بيشتغل بمقابل ولا بدون؟ الله اعلم. بلاتر كان بياخد فلوس كان بياخد مرتب تمام
فهو احنا بالنسبه لنا اللي هو بيدخل مجلس اداره حتى الانديه ده ملوش دعوه. طب ليه لا؟ ليه لا يا كابتن؟ ما هي لو اتعملت كده وبقت عضو مجلس الاداره او رئيس اتحاد كره القدم بيقبض مرتب لازم كل يوم متواجد. طب ما ده المفروض. لو مش هينفع انا كعضو رئيس اتحاد الكوره او عضو اتحاد الكوره بعين لجنه. تمام. اللجنه دي مسؤوله كل لجنه عن حاجه معينه. تمام. تمام؟ الرئيس اللجنه اللي هو مسؤول عنها ده ميدو هو اللي بيديرها. بعمل مثلا الدوري المحترفين لجنه تدير شؤون دوري المحترفين. تمام. مجلس الاداره ملوش دعوه. عليه انه يحاسب اللجنه اللي مسؤوله عن الدوري ده في نهايه المكان او بيتدخلوا في وقت يكون في حاجه يقدروا هم يحلوها. تمام. لكن في ناس محترفه، الناس المحترفه دي بتقبض مرتب. اللي بيطلع لها المرتب ده الاتحاد. فانا مسؤول مثلا على لجنه محترفين 3 4 5 يوميا موجودين فين؟ في ليه مكتب، ليه مكتب وليه الموظفين اللي تحت ايده او ليه الناس اللي بتشتغل معاه بيدير الكوره. اه بس مين اللي بيختار؟ مين المنوط بالاختيار؟ لو انت عايز الصح. الصح طبعا. بتتعمل لجنه، مش لجنه، اعضاء الجمعيه العموميه. دي بقى مشكله بقى ميدو. وطبعا ممكن حد كتير يقول لك لا لا ما ينفعش. عشان تصلح الكوره في مصر الجمعيه العموميه اللي موجوده تبقى 18 نادي الدوري الممتاز. تمام. هم اعضاء الجمعيه العموميه. بامانه لو انت عايز تصلح الكوره في مصر دي بدايتها، وانا جوه اتحاد الكوره وعارف بدايتها اعضاء الجمعيه العموميه في اتحاد الكوره هم 18 نادي الدوري الممتاز. تمام. ليه؟ مش هنفتح قوي يعني، بس انا بقول لك 18 نادي، ال 18 رئيس نادي الدوري الممتاز كلهم ناس شخصيات كبيره ومعروفه جمال. ورؤساء الانديه الثانيه الدوري الممتاز بيه او الدوري الدرجه الثالثه او، بس في مراكز شباب كتيره. مراكز شباب كتيره. مراكز الشباب دي يا ميدو دي الصوت بتاعها زي صوت النادي الاهلي. هل ده ينفع؟ لا طبعا ما ينفعش. زي نادي الزمالك، خلص. زي النادي الاسماعيلي، زي الانديه الكبيره. بصراحه يعني. النادي الاهلي يبقى ال 18 نادي دول اللي بيختاروا الدوري، الناس اللي هم بتدير دوري المحترفين. واتحاد الكوره رئيس الاتحاد والاعضاء هم اللي بيحاسبوا اللجنه دي، بيحاسبوا لجنه المحترفين. بص لجنه المحترفين تدخل على الدوري الممتاز به، في لجنه مسؤوله عنها. دوري الدرجه الاولى الثانيه الثالثه. يبقى بص اتحاد الكوره هو بيدير العمليه كلها، بس هو بيتفرج على اللجان اللي هو اللي اتعينت. اللي عينت من قبله. من قبله او من قبل الجمعيه العموميه. تمام. لان اللي هيتنقوا ماشي وهيتوافق عليهم تمام هم دول اللي هيديروا الكوره. انت عندك لغايه دلوقتي احنا دوري محترفين. عايز يا كابتن بقى لغه احترافيه كبيره قوي. مش احترافيه. عشان 18 انت ما انت بص عشان تصلح اللي احنا فيها هتصلح من تحت صعب. ولا تصلح من تحت، تبدا من تحت الاساس ولا هتبدا من فوق؟ لا ابدا من تحت. ابدا الاساس. طبعا. لو اساس بايظ هتقع. الاساس منهار الحمد انت لله. انت دلوقتي عايز تلحم، عايز تعمل عايز تعمل دوري ممتاز. أوه. صح؟ كنت لسه بقول لحضرتك كان تامر بجد قال لازم ننسف ونعيد البناء من اول. ما ننسف. اه انا احنا نفسي. يعني احنا بص يعني انت عندك دلوقتي المفروض تعمل الفريق الكبير المنتخب القومي المفروض يبقى فيه مدرب. طب ما اللجنه دي في ايديها تعمل كده دلوقتي بقى. اللجنه تقدر تعين ناس مسؤوله تمام عن ان هم يجيبوا ناس مسؤوله تختار المدرب، ويبقى اتحاد الكوره تمام اللجنه استاذ عمرو جناني ومحمد فضل وكلهم المجموعه كلهم تمام هم بيديروا العمليه بس هم بيشرفوا بس. لكن في القرارات اللي خدوها امبارح جاري استكمال تشكيل باقي لجان الاتحاد للموسم الجديد وسيعلن عنها تباعا. تمام. اعمل اللجان واللجان دي اختار فيها الناس اللي تديرها صح وحاسبه انت مسؤول ايه وبياخد مرتب. ما هو رئيس لجنه ده يعني انا مثلا باحترامي طبعا لعامر حسين طبعا وكتر خيره على اللي عمله الفتره اللي فاتت دي ما يجيش يقول ما باخدش اجر. لا تاخد اجر وتيجي وتبقى موجود في الاتحاد. ما ينفعش نقول كده بصراحه. يا اما اقبل من الاول واسكت واشتغل بجد يا اما ما اقبلش طالما انا مش عايز. يعني احترامي طبعا لعامر حسين طبعا اخونا حبيبنا راجل محترم جدا وبتاع بكتر دي حقيقة بس انا بقول ايه بصرف النظر عن كل انت لما تيجي انت بتيجي تحط واحد بعيد عن اتحاد الكوره انا بعين لجنه بياخدوا فلوس بياخدوا اجر على شغله تواجده كل يوم المدير الفني لاتحاد الكوره بياخد اجر تواجده كل يوم لازم المدير التنفيذي شغله اللي بيطلع يعني جوابات وبيطلع حاجات الشغل كله موجود كل يوم دول بياخدوا اجر بالظبط فانت دلوقتي بدل جبت لجنه فاهم ما اقعدش اقول لك
اجي اللجنه تقول راي يروح داخل المجلس الاداره يقول لك لا 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 لا، يبقى انت اللجنه دي مالهاش لازمه. تمام. ماتش الاهلي ولا الزمالك انت بتقول ميعاد كذا، بعد يومين المجلس يقول لك غير. كابتن بخبرتك الكبيره جدا، شايف لو قلت لك قول لي لجنه تختار مدير فني مثلا، ممكن يبقى فيها مين؟ عندنا اساتذه كبار بامانه بجد، يعني عندنا اساتذه كبار في الاهلي وفي الزمالك وفي الاسماعيلي، كلهم لعيبه كانوا لعيبه قدامى، ومش لازم لعيبه قدامى على فكره والله. عندنا مش لازم قدامى، عندنا بس يعني بس قليل قوي بصراحه اللي بيبص للمصلحه. احنا جايبين الدكتور طه اسماعيل ماسك اللجنه الفنيه بتاعه، يعني مع محمد رمضان، مع زكريا، مع سوري، مع كابتن زكريا، خالد بيبو، مع كابتن زكريا، واخد بالك؟ بجيب من هنا ومن هنا، بتنقي وهو مسك اللجنه. انا جيت قلت دلوقتي ميدو وفوزي هما المسؤولين، تمام؟ ما تجيش انت تاخد قرار وتاني يوم يغيره لك، يبقى انت مالكش لازمه. تمام. وده اللي كان بيحصل. يعني انا اجيب لجنه اشكلها واديها كل الصلاحيات. هي اللجنه هي مسؤوله قدامك، هي اللي بتدير. هيجي مثلا يمسك الدوري الممتاز، عمل الجدول الدوري الممتاز، اتحدد المواعيد، السوبر يوم كذا، بعد يومين تلاقي تاجيل السوبر نظرا مش عارف ليه. بره ما بنلاقيش الكلام ده ليه؟ انت بتقعد كاللجنه اللي هي بتدير الدوري الممتاز مع الاهلي والزمالك، بطوله افريقيا، بطوله العربيه، البطولات اللي عندك بتحط عندك في الاجنده، تمام؟ خلاص انت بتلعب الدوري جمعه وسبت او سبت وحد، وعندك ثلاث واربع بتلعب بطوله افريقيه، بتراعي ظروف السفر كافريقيا. هو سيستم، هو اهم حاجه سيستم، عندنا سيستم كويس خلاص الموضوع. انت عندك فانت بتحط احنا بنيجي نقول ايه؟ هنبدا نلعب الدوري الممتاز اول اربع خمس ماتشات، وبعدين هنبقى نقول. بس صدقني يا كابتن فوزي، انا بسال حضرتك سؤال مباشر. لو قلت لك اختار لي اربع اسماء تختار مدير فني الاتحاد للكوره، الفريق الاول المنتخب الوطني يعني، حضرتك هتفكر كتير. مش هفكر، هختار. بص، هختار ناس كبيره في الكوره، اسامي كويسه جدا وعارفه المدرب، وهو كان بيشتغل اصلا مدرب منتخب، عارف هو كان بيعمل ايه. طب قول لي اربع اسماء كلجنه. بس انا مش قادر اقول لك. اختار مدير فني. اقول لك حاجه بس، اختار مدير فني بس مصري او يعني ايا كان، يختاروا مدير فني يصلح لاداره المنتخب الوطني في الفتره اللي احنا فيها. لا، عندنا اسامي ناس كتير والله. قول اربعه. انا مش قادر اقول اسامي معينه. طب لو اقول لك كابتن فوزي اختار لنا اربعه. اقول لك حاجه، انا دايما بضغط على الضيف لما يكون في حجم حضرتك. اقول لك حاجه، لان لا بتمنى ان انا اخد رايه فعلا. ليه لا؟ يعني انت مع احترامي طبعا كابتن حسن شحاته، لو مش هيمسك يبقى رئيس اللجنه. تمام. يبقى يمسك لجنه. تمام. في اللجنه لاختيار المدرب. تمام. ما هو اختيار المدرب مش لجنه اختيار مدرب، هي لجنه بتدير الكوره، مسؤول عن المنتخب خلاص. تمام. كابتن حسن شحاته، كابتن طه اسماعيل، او كابتن موجود في الاهلي، كابتن انور سلامه يجي من نادي الاسماعيلي، هجيب واحد من نادي اتحاد السكندريه، اجيب واحد. عايز تجيب يعني من كل نادي، عايز تعمل ديمقراطيه حتى في الانديه كلها. واسامي كلهم اسامي كويسه جدا، ولاعيبه قديمه ولاعيبه منتخب. وتعالى قيم يعني، حط هم هيجيبوا بقى، يقول لك ايه؟ هنجيب مثلا حسام حسن، هنجيب حسام البدري، لا هجيب ايهاب، لا هجيب فلان، كابتن فاروق جعفر، هجيب مش عارف ايه. خلاص. هو لو حضرتك في اللجنه ديت، هو يقول لك رشح اسم، ترشح مين حاليا دلوقتي؟ انا لحسام حسن لحسام البدري. طب ده ليه وده ليه؟ الاثنين دولي، لعبوا منتخبات وحققوا بطولات وخبرتهم كبيره، تمام؟ انت لما بتيجي تختار مدرب زي النادي الاهلي، لما بيجي يختار مدرب اجنبي دلوقتي بيعمل ايه؟ بيشوف السي في بتاعه. بالظبط. مش كده؟ شوف خبراته وشوف البطولات اللي انت حققتها. مع احترامي لإيهاب طبعا، إيهاب جميل جدا، عماد النحاس جميل جدا، الناس دي أعملها مساعدين، ياخد الخبرة ويمسك بعد كده يا ميدو. ما دي اللي أنا كنت عايز أقولها برضو. إنك ترشح اسمين بس، كابتن حسام بدري وكابتن حسام حسن. وحسام حسن. تمام. حاليا في الفترة دي اللي احنا فيها. لما كنت بتكلم، عشان في ناس بس بتفهم غلط، احنا لما بنتكلم في المصلحة العامة اقسم بالله انا بنسى اي حاجة خالص. لا لا لا، مالناش دعوة. كابتن حسام بدري دلوقتي هو يعني اختار ان هو يبقى في العمل الاداري، ما كانش قصدي اي حاجة تاني خالص، احنا بنفصل فصلان تام يعني.
لكن انا بتكلم لا حسام البدري ابن النادي الاهلي لا انا قصدي ان هو يعني خلاص اشتغل في المجال الاداري فممكن يكون خلاص مش عايز يرجع المجال الفني تاني فعشان كده كنت بتكلم على حسام حسن تحديدا لكن طبعا حضرتك طبعا لا حسام ما اعتقدش ان هو مش عايز اقول اتفرضت عليه هي اللي جات له ماشي يعني مش عايز يعني لكن حضرتك بترشح لكن هو دول للبطولات وللخبرات هقول لك ليه يا ميدو انا محتاج حد بسرعه ليه وطبعا اللجنه اللي هي مسؤوله دلوقتي انا بقول رايي بس مش اجبار أكيد طبعا لا أكيد ومع احترامي لجميع الاسامي أكيد كلهم اسامي مدربين يعني انا بقول لك انا دلوقتي لو تيجي تقول لي مثلا تعالى فوز امسك منتخب مع حد ايه المشكله الاثنين اسمين بس لا في اسم يا كابتن ما ينفعش لا أنا للمصلحه العامه انا ما ينفعش يعني انت ميدو اصغر مني ما ينفعش تيجي تقول لي يا فوزي تعالى امسك مع ميدو تمام يعني واخد بالك احترام تمام. السن واحترام أكيد. كل أكيد. حاجه اراعي فيها يعني انت لو عماد النحاس دلوقتي تعالى امسك مع حسام البدري او حسام حسن ايه المشكله مفيش مشكله بس ممكن تكون هو بس اقول لك حاجه عماد النحاس مشكله انا اقدر لما انا اتكلم انا بحطك عشان باهلك انك انت عندي حسام عندي عماد بعد كده عندي حسام البدري عندي ايهاب واخد بالك تمام احنا مشكلتنا لما بنيجي نتكلم على مدرب يا ميدو زي ما بتقول عايز قول لي اربع لعيبه يبقوا لجنه ما بنعملش كوادر خلي بالك يعني انت دلوقتي جميل انت دلوقتي هتجيب مدرب اجنبي للنادي الاهلي طبعا محمد يوسف موجود او سامي قمصان موجود الاثنين دول شغالين معاه لو جه ممكن يمشوا تمام او مثلا ما حصلش قبول ليهم لو الخواجه مشي ما تمام. حصلش قبول ليهم تمام تمام ايه اللي بعد كده هتعمله هتقعد تدور على مدرب اجنبي طب انت بتجيب مدرب اجنبي يا ميدو وزي ما حصل مع لازارتي دي توفيق طبعا بتاعت ربنا انه خسر تمام تمام طلعنا من بطوله كاس مصر وطلعنا من كاس بطوله افريقيا تمام تمام طب ما انت لو مسكت واحد مصري واحد ابن النادي يعني انت ضامن يكسب او يفشل مفيش حاجه مضمونه بس مفيش حاجه مضمونه طب ما انا كسب طب ما انا بجيب واحد اجنبي مش عارف هيحصل ايه طب ما انا شغل المصري واولا بتوفر لك في المصاريف طبعا وبيبقى فيه العلاقه اللي هو قريبه بينه وبين اللعيبه خلي بالك عشان احنا لعيبه احنا فاهمين اللعيب بيبقى حاسس بايه تمام المدرب الاجنبي بيبقى زي ما انت قلت كده عايز اللعيب الجاهز انا ممكن اللعيب بيبقى واقع ويجهز بقى قاعده معاه طب نفسيا طب في سؤال يا كابتن فوزي في سؤال عشان حضرتك بتتكلم في موضوع الكوادر الكوادر دي مهمه جدا تمام هو النادي الاهلي بيعمل كده لما مثلا مدير فني اجنبي بيمشي يبقى في كادر بيمسك لغايه لما يتولى مسؤوليه الفريق بصفه يعني شويه او مدير فني اجنبي بيجي تاني لكن الضغط الجماهيري دلوقتي على النادي الاهلي تحديدا في كل البطولات هل ده يتحمله مدير فني مصري؟ بص يا ميدو النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب هو رئيس النادي دلوقتي ومعاه الاعضاء المجلس الاداره الموقرين كلهم النادي الاهلي كيان كبير وما كانش النادي الاهلي بياخد قرار ابدا بناء على لا خالص خوف من الجماهير خالص او خالص ولا بيحصل يا كابتن لكن هم بيدوروا على مصلحه منفصل لا بيدوروا على مصلحه النادي الاهلي نمره أكيد واحد اكيد يعني انت لما جيت كان مانويل جوزيه تمام حطيت معاه حسام بدري فتره كبيره شرب وبقيت محضره ان هو يمسك تمام ولما مسك ربنا وفقه وبعد كده خلاص تمام اللي بعده واللي بعده طب اللي بعده واللي بعده ده هتجيبهم منين يبقى في كوادر او في عدد زي ما بتعمل في الفرق تمام حتى لو طلع بره بره يعني مثلا زي عماد النحاس طلع بيمرن في المقاولين تمام وربنا موفقه ما هو برده لعب في النادي الاهلي وابن النادي الاهلي تمام احتاجه تعالى تمام يبقى برده مع مدرب كبير يبقى انت بتحضر زي كابتن حسام يبقى انت بتحضر كوادر كابتن مختار كابتن رمضان السيد كابتن محمد عامر تمام. مجموعه كبيره جدا مش عايز انسى حد طبعا ناس كباتننا قبل كده كتار جدا تمام الناس دي لازم يبقى انا عندي كوادر يا ميدو محمد يوسف ربنا موفقه جميل شغال لا قدر احصل حاجه في حد غيره خد بطوله افريقيا محمد يوسف برده يا كابتن فوزي اما انا بقول لك يعني انت كلهم زي الفل وهيشتغل وهيبذل اقصى ما عنده لان ده متربي في النادي وابن النادي مع احترامي للاجنبي بيبقى جاي عايز يكسب واخد بالك في اي حاجه هتحصل هياخد شنطته والسلام عليكم واديني الشرط الجزائي والحاجات دي كلها عشان كده انت بتدور على مدير فرق اجنبي وبتاخد وقتك فيه اللي هو شكل النادي شويه مش عايز اجيب مش عايز اجيب واحد بالظبط بسرعه عشان لازم في تمهل عشان كده انت زي ما انت قلت هي مش ساعات
هي ممكن تبقى ايام بالظبط، تبقى اسابيع، ساعات قليله اللي هي يعني بنطمن الناس ان احنا شغالين كويس قوي قوي قوي، مش ساعات قليله اللي هو لا يعني هي اللجنه بتبقى جاي. يعني اللجنه محترمه كابتن طه اسماعيل وزكريا طبعا وخالد بيبو وكابتن محمود طبعا، عايزين يجيبوا المدرب اجنبي عشان يبدا بدري تمام، عشان يحفظ اللعيبه تمام، دي اللي احنا بنقوله تملي. حتى لو مدرب مصري تمام، لما يجي نتنقل حته كابتن مختار مثلا يروح يمسك نادي ما يروحش في وسط الموسم ما يروحش في عندنا كابتن ماهر امام دلوقتي في الانتاج الحربي، كابتن ربيع ياسين اهو ماسك في منتخب، عندنا كوادر، عندنا ناس شغاله تمام. يوم ما تزنق النادي الاهلي عندك يبقى عارف اعمل كوادر، ده النادي الاهلي. نفس الكلام المنتخب، انت بتحضر عندك منتخبات، منتخبات ناشئين ومنتخبات شباب ومنتخب الاولمبي ومنتخب كبير، اللي شغالين دول تحت دول كوادر، مش حاططهم منظر. انت عندك ما شاء الله كابتن فوزي حضرتك بتتكلم في موضوع مهم جدا، عندك ده مهم جدا ده يا مير اه، عندك كوادر، ده كوادر مش موجود في الكوره بس، كمان ده في اي حته حاجة. في كل حته لازم تعمل كوادر، عشان حتى مع احترامي طبعا السيد الرئيس دلوقتي بيقول لك انا بعمل شباب وبعمل كوادر، انت واخد يعني لازم ناخد برضو الافكار دي، لازم يبقى عندك انت مدربين كوادر اكيد اكيد بس يعني. وان انت لما بتيجي تقيم مدرب مش بتقيمه ايه نتائجه، ايه مسك ايه بالزبط، بالزبط اشتغل فين حقق ايه بالزبط، ما هو ده السي في بتاع المدرب بالظبط تمام. طب ما انت اديله في كلام عشان ااكد على كلام حضرتك برضو، احنا ليه المجلس الاداري او مخلي محمد يوسف في المكان لغايه دلوقتي؟ محمد يوسف كادر كبير جدا، محمد يوسف خد بطوله افريقيا، خد دوري، هو محمد يوسف قليل، ما انا بقول كده بنتكلم في ابن النادي الاهلي ولعب في النادي الاهلي وحقق بطولات في النادي الاهلي وجاب لك بطولات في البتاع، الراجل اديله فرصته يعني واخد بالك، وخد فرصه محمد يوسف ولما بص وهيقدر يقرب من اللعيبه كويس جدا اكيد، والتوفيق ده بتاع ربنا اكيد. في حاجه بقى يعني تملي بيخافوا منها الجمهور، ان الجمهور ما بيبقاش راضي، الجمهور مش مبسوط، لكن لو راجل اشتغل وربنا وفقه وعامل لك فرقه كويسه وبتحقق النتائج هو ده المطلوب. هو بتفصل طبعا بين ان انت بتاخد قرارك، وده طبعا موجود في النادي الاهلي، بتفصله خالص عن الجماهير، وفي نفس الوقت انت عندك قلبك برضو ايه جماهيرك، يعني جماهيرك انا جماهير بس انا خلي بالك لاتخاذ القرار طبعا بعيد خالص، معروف يا ميدو اللي في الكوره اللي بيمسك في الكوره وابن المكان وابن النادي قلبه على الفرقه اكتر، يعني بينسى بيته اكيد بينسى نفسه وبيعيش مع الفرقه ومش عايز يخسر، احنا ما بنجملش الناس بس ده اللي بيحصل، لا لا هو ده اللي بيحصل وبيموت نفسه وبياخد رؤي، مش هقول لك ايه كميه، بياخد عشر المدرب الاجنبي بياخده، والشغل اللي بيحصل اللي بيعمله نفس الشغل اللي بيعمله الاجنبي، يعني اللي حصل اللي حصل السنه اللي فاتت ما يتحملوش بني ادم اساسا. اه طبعا في العموم مش عايزين نفتح بس بقول لك على ايه، اصل انت قلت لي يعني بينسى بيت، هم نسوا كل حاجه، نسوا اساميهم نفسهم عشان النادي الاهلي. اه والله والله العظيم يا كابتن يعني دي حاجه دايما، ده مش الفرقه الكبيره كمان، ده في الناشئين، دي يعني فرقه بيبقى عايز يموت نفسه عشان يثبت ان هو راجل كفء وراجل مدرب يعني كويس وبياخد بطوله. حضرتك لو موجود في مجلس اداره اسم فوزي سكوتي اللي كان حد يعني طبعا مش عايز اجمل في الكلام قوي، لكن اللي كان حد يتمنى يقعد معاك، لا نعمة من عند ربنا الحمد لله، او يسلم عليك نعمة من عند ربنا، كل مجلس اداره الموقرين الناس الكبار اللي يعني الواحد بيمسك نفسه، لا انت عارف خلي بالك يعني الناس دول فعلا هو دلوقتي مفيش بني ادم يستحمله عشان اسم النادي الاهلي، هو المجلس بتاع النادي الاهلي او مجلس اي نادي بيبقوا قاعدين ويقعدوا يفكروا في المدرب ليه، حتى لو مدرب مصري مش مدرب اجنبي، بينقوا حاجه كويسه اللي هو ينجحهم طبعا، ما هو ده نجاح للمجلس طبعا. يعني انت يعني عندي لو انا مثلا رئيس قطاع وعندي مدربين تحت، مش بتنتقي المدربين؟ المدرب ده اللي بيشتغل بالظبط وده اللي بينجحك بالظبط، نفس الكلام المجلس الاداره، المدرب اللي انت بتجيبه اميده، المدرب ده عايز هو عايز ينجح، ونجاحه ونجاح الفرقه بالزبط. نجاح المجلس بالظبط، لا ونجاح المجلس فهي كلها مرتبطه ببعض مش يعني. عايز اقعد اتكلم على المجلس كتير عشان الناس ساعات بتفهم الكلام، لكن انا فعلا بتكلم ربنا اللي يعلم، عن المجلس او الكابتن محمود الخطيب دايما بيقول ايه، هو اتمرمط في تراب النادي فزي ما حضرتك كده برضو تراب النادي بالنسبه لك طبعا. عارف لا عارف لا كل رملايه في النادي الاهلي، فلما تشتغل انت هتنسى اسمك، انت مش عايز، انت مش انا عايز النادي، انا عايز المكان، انا عايز الجمهور بتاعي يبقى مبسوط وفرحان على طول، فهي معادله فعلا الله يكون في عون اي حد بيمسك في النادي الاهلي تحديدا. والله بص اقول لك حاجه، هو هيتعب بس فرحته في فرحه الجماهير بالظبط، انت شفتها يا مير بالزبط. يعني انا بص يعني انا ساعات يقول لك اي مدرب من الكبار بتوعنا طبعا اساله يقول لك انا بموت في الماتش، بس نهايه الصفاره بتاعت الحكم وانا كسبان وبرفع الكاس او برفع الدرع
بينسى كل التعب ده. يعني سبحان الله مهنه شاقه جدا، مهنه الله يكون في عون كل المدربين، لان مهنه شاقه جدا. الناس فاكره ان هو عشان بياخد فلوس وبتاع، لا خالص والله، مهنه شاقه جدا، موضوع صعب، بيشيل هم فرقه كامله. بالظبط، بس لازم هو بيشيل هم الفرقه الكامله دي. يعني يمكن دي اللي مش في المدرب الاجنبي شويه، اللعيبه اللي قاعده خاصه في النادي الاهلي، لان كلهم نجوم، اللي قاعد على الدكه اللي احنا اتعودناه لا ما بيبقاش اقل من اللي جوه، ما بيبقاش اقل من اللي جوه، وممكن اللي جوه ممكن اقل من اللي قاعد على الدكه، بس انا ببقى قاعده على الدكه وانا مقعده مرتاح نفسيا. الحته دي يا ميدو مهمه جدا. تمام، الحته دي مش عند الخواجه. تمام، ما بيقعدش مع حضرتك. حضرتك في صف المدرب الوطني او المدرب المصري، مدرب اجنبي لا مدرب اجنبي ذو كيان جميل جدا، يحسسني ان لعيبه النادي الاهلي بتلعب باداء، لان انا لما بقعد في وسط الناس عايز حد شكل مانويل جوزيه. يعني انا عايز حد شكل مانويل جوزيه، عايز الاقي اللعيبه بتاعه النادي الاهلي لما بتلعب اي فرقه، طبعا النادي الاهلي اي نادي، يعني النادي الاهلي بيلعب بتحس بشكل النادي الاهلي، النادي الاهلي لا هيكسب في اخر دقيقه، هنكسب مانويل جوزيه، توفيق طور ربنا طبعا، والجمهور بيبقى وراهم، نقعد واخد بالك. بس هل انت بتشوف يا ميدو مع احترامي، يعني هل بتشوف اللي بيجي دلوقتي بيمسك، هل بيختلف في اداء اللعيبه؟ هل شفنا شكل الاداء اللعيبه؟ هو ده اللي بندور عليه، مختلف. هو اللي انا قصدي بقى يا ميدو، يبقى انا عايز لما اجيب مدرب اجنبي الاقي تحركات اللعيبه ان شاء الله في الملعب، في الاداء، في اللياقه، في الحاجات دي كلها، وايه وعندي ناس بره، وعندي 30 لعيب في القايمه كلهم ما شاء الله. انا متفائل جدا والله، ان شاء الله. انا متفائل طبعا، لازم نتفائل، انا لان انا عارف الناس شغاله ازاي، ونتمنى في اتحاد الكوره ربنا يكرمهم في الفتره دي. اتحاد الكوره في اختيار المدير الفني دلوقتي يا كابتن، هل هم متاخرين؟ هل المفروض ياخدوا قرار؟ هم لازم ياخدوا قرار يعني قريب جدا. يعني ليه؟ لانك انت يعني اول قرار خدوه كان تاجيل البت في العرض لا التعيين، او الثانيه كان في قرار متعلق باختيار المدير الفني، تاجيل البت في العرض المقدم للمنتخب الوطني الاول باداء مباراه قدام منتخب البرازيل لحين تعيين الجهاز. مش هيقدر يعمل ماتش كله لحين. طب ما نعين، ما انت مش هتعمل لغايه لما تعين. ليه احنا الوقت بيجري مننا؟ في حاجه خايفين ناخد قرار، هي عايزه تاخد، لازم تاخد قرار. طب ليه مش ما خدناش قرار؟ ولو حطيت اسامي واخترت منهم الاربع اسامي زي ما انت قلت يا ميدو، لو اخترت اربع اسامي اللي انت مختارهم وحطيت واحد، ربنا يوفقه. طب ليه احنا لو جبت مدرب اجنبي ضامن ان هو يبقى كويس؟ ما تضمنش. طب احنا متاخرين ليه يا كابتن؟ لا دي بتاعت بقى اللجنه، مش بتاعتي، دي بتاعت اللجنه. طب هم تفتكر ليه؟ لا هم قطعا، خلي بالك هم دلوقتي قاعدين يعني مش 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 مستنيين، اكيد بيدوروا، هم بيدوروا وبيستقوا وبيتأنوا في البتاع، عشان الاختيار ده هيتحاسب عليه. مش هيتحاسب، هي دي اللي هتبين، ده اللي نجاحه، ده اللي تبين. بالظبط. واحنا محتاجين فتره المنتخب، عشان بعد البطوله اللي فاتت دي وكانت على ملعبنا، محتاجين واحد يجمع اللعيبه، مجموعة لعيبة كويسة. بس مجموعة اللعيبة اللي انت هتجيبها دي كويسة، تمام، لازم اشوفها كويس، لازم اتابعها كويس، لازم يبقى بيمرنها على الاقل، يقدر يمرنها شوية. مش تعالى العب خلاص كسبت يبقى طبعا انت مدرب ايه؟ طب انا اخلي المصري. المدرب المصري هو قاعد كده قاعد، اجيب مدرب اجنبي ليه؟ مدرب اجنبي وفر له وقت، وفر له انه يقدر يمرن. لكن انا مع حضرتك في حته المدرب المصري المنتخب الوطني. لا دي خلاص، دي خلاص هيبقى منتخب وطني وندعمه. المدرب المصري نديله دعم، حتى نص دعم المدير الفني الاجنبي اللي هو بيجي، يعني ما انا بقول لك ده التاني بيجي بيتشرط، او بياخد قبليها وبياخد بعديها طبعا، واخد بالك، وما تضمنش يكسب او ما يكسبش، لان التوفيق ده بتاع ربنا طبعا. لكن انت عندك كوادر كويسه اللي احنا قلنا عليها، اعمل كوادر، واللي يمسك مع الكوادر الكبيره دي مش اقل منه. مش اقل منه ميدو، ليه؟ في حين انه اللي بعديه يمسك، يعني واخد بالك، واللي بعديه يمسك ياخد خبرات، وعندي منتخبات عشان احضرهم يمسكوا. بالظبط، مش تيجي تحتار دلوقتي امسك اجيب ده، لا اجيب ده، يقول لك لا اصل ده مفيش كلمه حاجه في سي في، وبنقعد اللجنه بتقرا السي في بتاع الناس دي، الخبره، اختار واحد توكل على الله اتفضل، والتاني اعرض عليه ممكن تمسك معاه لو هو اصغر، عشان ما يبقاش في حرج، ما فيش مشكله، وتاخد وتبقى كادر تاني وتالت ورابع، يبقى عندنا كوادر. تفتكر يا كابتن فوزي ان ممكن مدرب باسمه، او مثلا انا اخترت مثلا الكابتن فوزي سكوتي، الكابتن فوزي سكوتي يبقى الان شويه في المرحله دي، ولا هيبقى مبسوط ويتولى؟ لا، اللي هو واخد على الشغل وقلبه جامد هيبقى مرحب جدا ويشتغل. انا بالنسبه لي امرن المنتخب اسهل ما امرن النادي الاهلي،
لا النادي الاهلي لا مش قصدي النادي الاهلي تحديدا احلى لا النادي الاهلي انت اللعيبه بتروح معاه وتشتغل معاه وعندك وقت كبير عندك دوري وعندك كاس وعندك افريقيا عندك جمهور لا عندك ماتشات تلعب كتير المدرب المنتخب ممكن بيلعب ماتشين 3 4 او ممكن بيقعد سنه كامله قاعد ما بيمرنش الفرقه قاعد بيتفرج ما ينفعش عشان كده اجورهم عالي قوي يا كابتن فوزي ما هو المفروض ان انت تجيب واحد بقى في فتره ما هو مش هو اللي هيلعب جداً. فتره قليله جدا يعمل لك فكر طيب احنا جربنا طب المفروض. ما احنا جبنا لا انا بقول لحضرتك المفروض بس للاسف ما كانش فيه الكلام ده وبص يا ميدو يعني لما كان النادي الاهلي كويس والنادي الزمالك كويس والاسماعيلي كويس باللعيبه كان منتخب جامد جدا كان منتخب جامد جدا بالظبط اختلفت دلوقتي لو جبت احسن مدرب في العالم دلوقتي يمسك منتخب مصر مثلا على المستوى اللي احنا شفناه مش هيعمل حاجه فهي هي اللعيبه اللعيبه الاساس طب احنا ما عندناش لعيبه الفتره دي ما هو انت لازم مع ان ما شاء الله يعني اسعار اللعيبه بنسمع واحنا دلوقتي بقينا بنجيب لعيبه بنشتري بنجيب من بره اللعيبه دي ما بتيجي المنتخب ما بتلعبش طب انت هتنقي مين عايز باك ليفت وعندنا لعيبه محترفه بره وعند يعني حاجه تخليك عبد الله صالح اهو بيلعب في الزمالك ما اتاخدش المره اللي فاتت عبد الله هو سوري عبد الله جمعه الوحيد اللي كان ما بي يعني بيلعب في الناحيه دي ما اتاخدش عبد الله جمعه محمد هاني لا كان محمد هاني كان ناحيه اليمين يعني واخد بالك كتير جدا يعني انت بنفاجئ ان المدرب طرح حد تاني خلاص بتقول ايه اختيارات كانت غريبه احنا هو اللي مسؤول حتى هم كانوا مستغربينها في الجهاز انا بقول لك هو اللي مسؤول وسبحان الله المنتخبات اللي كانت مع الكابتن حسن شحاته وكسب بيها افريقيا دي كلها اللعيبه دي ما احترفتش تخيل شوف وايه اسامي بقى حاجه تجننك يعني حاجه تخليك لما تقعد اللعيبه اللي بتلعب في المنتخب ده كله ها كلهم واقفين معظمهم محترف يعني انا سمعت الكابتن هاني رمزي في مقابله كده يقول انا اعترضت على اسماء ما اخترناهاش كتير جدا كان لازم تطلع تقول ما بص يعني مع احترام الكابتن هاني طبعا كان في ستوب يا جماعه في ستوب في اختيارات غلط دي بقى لازم تحط لو انت مثلا في منتخب مصر واتحاد الكوره لازم تحط بند ان الراجل ده لازم يتدخل مش يتدخل في شغل الخواجه لازم يبقى له راي يتاخد رايه لكن انت عارف يا ميدو ممكن تكون بتشتغل مع حد يقول لك لا ما تتكلمش انا اللي مسؤول انا لما ازاي يا كابتن لا مثلا تقول له شكرا سلام عليكم مصلحه عامه مثلا تقول له شكرا لما هتسكت وخلاص يلا لا شكرا واسباب اعتذاري ايه ما هي عشان قبل ما يحصل كده انت عارف ما فيش تدخل يعني تملي المدير الفني احنا بنقول المدير الفني هو المدير الفني تمام المدرب العام او المساعد ممكن يقول له حاجه خد بيها خد ما خدش خلاص هو اللي فين في الوش هو المسؤول فالمنتخب تختلف فعشان كده لما احط في المنتخب مع الخواجه اللي يجي احط كوادر برضو احط كوادر طبعا والكوادر دي مسؤول على انه بيوصل الكلام ده للجنه اللي مسؤوله عن المنتخب بيوصل لهم مش بقول بيتجسس على الراجل بيوصل لهم الراجل ده بيعمل ايه الراجل ده بيشتغل صح ولا لا الراجل ده بيتفاهم مع اللعيبه ولا مش عارف بيختار عشوائي كده ولا بيختار لازم يكون محل ثقه يبقى ليه مهام واخد بالك مهام المدرب العام ليه مهام مع المدير الفني لو اجنبي حتى لو في الاهلي او في اي حته لازم ليه مهام ما بيبقاش قاعد وخلاص انا معاك جدا دي والكوادر دي مهمه جدا اكيد والناشئين مهمه جدا يعني في حاجات يعني في اتحاد الكوره يعني اتمنى من اللجنه اللي موجوده لازم يبقى فيه اهتمام بقاعده الناشئين انت عندك منتخبات ناشئين عندك دوري جمهوريه ناشئين طب اللعيبه اللي هتجيلك نجيب برضو لجنه بتدير قطاعات الناشئين تدير دي عندنا اساسا ويتعمل لا يعني. ويتعمل دوري وايه المانع انه يتذاع والناس تعرف يعني بكره في ماتش اهلي وزمالك 2001 بكره ماتش دوري جمهوريه 2001 اهلي وزمالك تمام في ايه المانع انه يتذاع احنا بنذيع هنا والله الماتش انا عارف القناه الاهلي بتذيع طبعا ايه المانع اللي ينزعه الناس تتفرج يشوف مستوى الولاد ويعرفوهم بدل ما كانوا بيروحوا الاستاد مثلا تشجيعيا للولاد كمان حاجه كبيره قوي ما يتعمم يتذاع الماتشات دي في يوم معين يجمعوا الماتشات حتى ان شاء الله يعملوا يعني استوديوهات ما احنا عندنا استوديو مع بيتعمل اسامه حسن بيعمل جميل ليه ما يتعممش ده حتى تلاقي البرنامج ده بيتابعه ناس كتيره جدا خلي بالك اولياء الامور واللعيبه كتير جدا ليه ده ناشئ لما يطلع في التلفزيون او حد يشوفه او يقول لك ده لعيب كويس انا قصدي ممكن نعمل لجنه كابتن فوزي بتضم ناس عندنا خبرات كبيره جدا في قطاع الناشئين كتير يعني عندنا مش عايز اقول اسماء يعني عندنا ولازم لعيبه كتير لازم عندنا لعيبه كتير
لان اللي بيطلع منهم في الاخر 3 4 عايز اصلاح كبير قوي. والله ميدو كان يعني لما كنا موجودين في النادي الاهلي بنمرن كان لعيبه كتيره جدا بتمشي من النادي الاهلي بتلعب في الانديه الثانيه بيلعبوا في الانديه الثانيه أيوة وبيبقوا نجوم بعد كده طبعا. بس انت بيطلع عندك 5 6 جامدين 3 4 فيرود جامد اللي هي العمله الصعبه انك انت مش لاقي بالظبط. فهي دي مهمه قوي قوي. والله يا كابتن احنا بنتمنى التوفيق للكل ودايما بتشرف بيك انا يا جميل يا ميدو والله حضرتك معايا انا جيت مخصوص النهارده عشان انت موجود والله مش بجاملك والله يا ميدو تنور الدنيا يا كابتن بجد يعني وسعيد اللي انا معاك وانت عارف بيتنا يعني النادي الاهلي طبعا يا كابتن قناه النادي الاهلي واتمنى لهم التوفيق ويبقى الاختيار صح بجد واحنا بنتشرف بيك وكمان بيها زي حضرتك بجد يعني جماهير النادي الاهلي يا ميدو يعني نفسها ترجع الماتشات ونفسها تشوف فريق النادي الاهلي حاجة كويسة مع المجلس اللي بيعمله طبعا في النوادي الحاجات الإنشائية والحاجات الجديدة مع الكورة مع الألعاب التانية كمان طبعا مع منتخب اليد بتاعنا ما شاء الله حاجة الواحد بيبارك لهم كمان طبعا للأسف منتخب طالما حضرتك مدرب لا ومدرب مصري خرج كرة طائرة في نصف النهائي أمام إيطاليا يعني باد لك بس طلع قدام مين وطلع إمتى؟ نص نهائي كاس وبلعب كاس عالم وخدت بطولة كاس عالم بالظبط ومحقق نتائج كويسة بالزبط. فأنت عارف الناس تبقى إيه؟ مبسوطه يعني يقول لك الولاد دول وبعدين مش لازم اسرحهم يعني مش خسر بص اللي بيحصل عندنا ميدو انت داخل في بطوله زي دي خسر شكرا خلاص الولاد دول ما تعرفش عنهم حاجه خالص طب ما تاخد منهم الكويس وزود الموضوع بقى في احترافيه اكتر في الكره نادي الكره الطائره ان شاء الله انا كمان هم عشان كره نتمنى في كل الالعاب انت لما تعمل صح وتعمل كوادر وتعمل مراحل سنيه ما دي اللي بتزود بعض بيعمل عايز تحترف يا عم اتفضل احترف هتزودني في المنتخب بدل ما مش لاقي ادور على باك ليفت مش لاقي بالظبط واقول لك طب نلعب فلان لا نلعب فلان ما. نورت الدنيا حبيبي يا ميدو معلش ده الكلام بياخدنا اشوفك قريب جدا ان شاء الله لا انا سعيد والله يا رب والتوفيق يا رب للكره المصريه والمجلس اتحاد الكره الموجود دلوقتي يا رب وطبعا مجلس اداره النادي الاهلي ربنا يوفقهم في اختيارهم وطبعا وبالتوفيق لجماهير النادي الاهلي بجد اللي هي متعطشه ترجع الاستاد تاني باذن الله ان شاء الله نورت وشرفت حبيبي ربنا يخليك دي كانت فقرتنا مع النجم الكبير الكابتن فوزي سكوتي نجم الاهلي السابق هيكون معاكم بعد الفاصل الاستاذ الكبير استاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي الكبير بصحبه زميل العزيز محمد سعيد اتشرف بيكم دايما ومع الف سلامه بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير والفقره الحواريه الاخيره من برنامج الاهلي الليله واللي بيشرفني فيها كاتب صحفي كبير الناقد الرياضي الاستاذ عصام شلتوت استاذ عصام اهلا بيك منور الدنيا اهلا بيك استاذ محمد وعام هجري سعيد يا رب على كل العالم وعلى العالم الاسلامي وعلى اشقائنا ونصفنا الاخر المسيحي وهذا الوطن كل سنه وحضرتك طيب وكل سنه والشعب المصري والامه الاسلاميه وجماهير النادي الاهلي يا رب بخير ودايما اعيادنا كلها او ايامنا كلها اعياد ومناسبات سعيده يا رب باذن الله. طيب الفتره الاخيره خلال الساعات الماضيه في احداث كتيره جدا ودايما الكره المصريه يمكن الكلمه دي اساسيه في كل جمله بقولها الكواليس وما خلف الكواليس والاحداث ما بتخلصش ودايما في حكايات في الكره المصريه. اخر الاحداث القرارات اللي صدرت بالامس بخصوص اتحاد كره القدم النتائج او القرارات المتخذه بخصوص اللجان القادمه او الافكار القادمه بالنسبه للمجلس المؤقت. دورة الألعاب الإفريقية أيضا كمان فيها نتائج متميزة صحيح لأبطالنا في هذه البطولة بتقام في المغرب أو تحديدا في العاصمة الرباط فبالتالي في أحداث كتيرة تحب نبدأ بدورة الألعاب الإفريقية ولا نبدأ باتحاد الكورة وبعد كده زي ما حضرتك مجهز تحت أمر طيب نبدأ الأول باتحاد الكورة نبدأ باتحاد المجلس الكرة. بالأمس اتخذ عدة قرارات منها قرارات فنية فيما يتعلق بلجنة الحكام ومنها قرارات أخرى متعلقة بالمنتخبات في الفترة الجاية وأمر متعلق بتقنية الفيديو وتقنية الفار في المستقبل شايف القرارات واتجاهاتها وبدايتها في ظل ان ده الجلسه الثانيه للمجلس المؤقت بعد تعيينه منذ اقل من شهر شوف احنا اتفقنا انه ما اسهل التطوير وما اسهل التحول نحو ما تستحقه المحروسه العظيمه دي من امكانيه ان تكون في مصاف الدول تمام العظمى كرويا فان لم يكن عالميا فعلى الاقل يعني قاريا واقليميا وبالتالي ما كنا نتمناه وما كنا نحلم به وما تحدثنا عنه وما أكد البعض أن يقول لك أنتوا بتنظروا لا هم اللي بيهزروا بمعنى أنه احنا قلنا أنه
حين تنشد التطوير فعليك أن تلحق بركاب المطورين المتطورين في نفس الوقت. وبالتالي لا أعرف لماذا ابتعدت فكرة أن يأتي كونسولات أو كونسولتو يعني بالمعنى الدارج للتحكيم المصري، وأن يكون هناك كولينا يعني بوساكا أو من هم في هذا الكاتيجوري علشان يقود التحكيم المصري لمدة عام. لا عيب أبدا فيما يعني أحاول أن أنقله للجمهور اللي بيتابعنا، ومن ثم يأتي بقى رئيس لجنة يبقى اسمه سمير عثمان، اسمه الغندور أو أي غندور آخر. لكن البداية كانت هي حلمنا إرادة الدولة حين تحدد مع السيد الرئيس في اجتماع عاجل وهام جدا حين فازت مصر بأن تنقذ بطولة أمم أفريقيا الكان 2019، وما قاله السيد الرئيس عن وجود مصر زي ما قلت لحضرتك على أو في طابور الدول المتقدمة مش شبهها، بمعنى إن احنا كان لازم ناخد ده وينقل، خاصة أن الفيفا أقر بأن للدولة المصرية إرادة يجب أن تحترم، إرادة في التحول نحو تقدم كروي، إرادة في التحول نحو أن نكون مثلنا مثل ألمانيا في أوروبا، مش لمجرد التغيير على ده. مش لمجرد التغيير فتأتي أسماء بديلة الأسماء مكان أسماء أخرى وهذا هو مربط كل فرس، مش الفرس بس كل فرس. وبالتالي كنا نود لو سمعنا أن من سيدير لجنة الحكام هو إدارجي محترف مش بالضرورة حكم سابق، لأنه يبقى عنده مستشارية أو كونسولات أو كونسولتو بالمعنى الدارج من الحكام المصري منهم والعالمي أيضا، وبالتالي يستطيع أن يكون رجل أدارجي زي ما بنسمع عن إنفنتينو هذا المحامي الذي يقود كرة القدم العالمية. حقيقي. ليه؟ لأنه عنده في كل لجنة فنيين محترفين ومتخصصين، وكمان لا يوجد أحد يتحدث عن صيغ من نوع اسمها إيه اللي هي ببلاش دي، إن أنا متطوع إن أنا حتى اللي بيقعدوا على البورد لهم مخصصات، احنا ليه بنداري ده؟ يعني يقولك الحمد لله انا مش عايز منها حاجه، لا يا عم احنا عاوزينك عاوز منها حاجه، احنا عاوزينك حين تمثل مصر تركب بالطيارات من قدام فيرست كلاس او زي ما بيسموها يعني المقاعد الوثيره لانك تمثل مصر، عايزين يبقى ليك مخصصات لما تيجي اتحاد الكوره الشاي والقهوه والساندويتش وكل ده على حسابك، عشان كده بره بيسموها مخصصات عشان لو عايز تاخد عصام ومحمد اصدقائك معاك ماتش بتفصح لهم عن رغبتك في ان اسرتك عايزه تيجي معاك، بدل بقى ما تلاقي لها مسلك لا هو بيدي لك مخصصات في صورة تذاكر وتنقلات وأيضا ما يسمى بمصروف يد. الفيفا والكاف والاتحاد الآسيوي كل الاتحادات المطورة عندها هذه الأمور، وبالتالي حين تدرك هذا على طول كنت هتنهي على لجنة المسابقات حتى لا يدعي أحد أنه بيفتكس افتكاسة عظمى يعني، فيأتي أيضا على رأسه رجل يجيد فن التعامل مع الأجندة الدولية ومع ما يسمى بمواعيد الدوري والكأس والبطولات ترحيلا بمباريات المنتخبات، ومن ثم معه كونسولات أيضا أو كونسولتو خلينا نشرحها تاني وتالت مع كل لجنة يأتي ليدير هذا الأمر ويتعلم منه قادمين جدد إزاي هم يبقوا ده، إزاي هم اللي في بعض البلدان التي تنشد التطوير في قارتنا أو في واقعنا العربي يبقوا ياخدوا من عندك بقى إيه دلائل الخيرات في المحترفين والحاجات. طيب. تنقل من المسابقات تروح على طول على شؤون اللاعبين بنفس الحكاية، ناس محترفة تقبض ثمن عملها إلى مدير فني للاتحاد إلى ما يمكن أن يسمى ده رأس المنظومة فنية. خش بقى على من يدير الدوري فهو رابطة، خش بقى على سلسلة أن يكون لديك أندية محترفة حقيقية لها دخل محدد ولها ميزانيات معلنة، واللي معهوش ما يلزموش، وانت بتحط الدوري تقول للأندية الكبرى هتروح وترجع في 4 أيام، تروح بقى بطيارة خاصة، تروح بالقطر، تروح باي، تطلب بقى موتوسيكل عجلة زي ما انت عايز، حضرتك لازم ترجع لي في الايام دي. والدليل ان الاحتراف بيقول انه يقدر يمول الرحلة من مكاسبه في بطولة افريقيا او في ما يسمى الرعاة والمعلنين وكذا، لانه بره من غير المسموح مش من غير المنطقي في ارقام مجهولة، مش بس كده ولا ان يكون ليست لديك ميزانية الموسم المقبل، هي محطوطة بارقامها في البنوك ومحدش يقول لك احنا مستنيين على دي شويه، لا هكذا يتم التغيير. روح بقى من ده على طول على
واقع تاني أكثر أهمية وأكثر إدراك وأكثر خطورة، وهو أن تكون الكرة شعبية، بمعنى أن هناك المادة 18 يجب تفعيلها، أن هناك أندية يجب أن يتم دمجها مع الشعبي والمؤسسي اللي أنقذ الدوري في فترة من الفترات، يلعب حتى الناشئين ويدير منشآته لصالح المناطق اللي هي فيها وكأنها أندية جديدة للشعب، ثم لفرق ناشئة فقط. الفريق الأول عند الأندية الشعبية اللي بيبيع تذكرة للماتش وبيبيع ما يسمى بالسوفينير وكذا مواضيع. هنا يبقى كده أنت بدأت النقلة الاحترافية الحقيقية. الفار لما تسمع ما أعلن أنه 18 مليون عيب قوي لما الكرة المصرية بس دي 18 مليون، دي الأدوات، هي 18 مليون مش تكلفة الفار، الأدوات دي الأدوات اللي هيتعاقد فيها، يتعاقد فيها اتحاد الكورة مع الشركة اللي هتجيب الأدوات اللي تشتغل بيها طول البطولة. لكن كل التكلفة ده تسد الكورة، التكلفة لأن أنا جات لي معلومة الميزانية المقدرة من لجنة الحكام خلال الأيام السابقة لما طرحتها للواء ثروت سويلم أيام ما كان موجود مدير تنفيذي، التكلفة الإجمالية لتطبيق التقنية على مدار موسم 121 مليون و400 ألف جنيه. والكرة ما تجيبش الكلام ده على مسؤولية، في كذا بند على مسؤولية العبد لله في أول موسم احتراف حقيقي بالضوابط اللي قلت لحضرتك عليها، بأن لا يكون هناك أندية ما عندهاش جمهور، ولا أندية ما عندهاش مبيعات وموجودة، وأندية ما عندهاش رخص احتراف وموجودة. على مسؤوليتي أول بيعة لهذا الدوري دون منع عن فرجة المصريين كمان، يعني هتستطيع أن تسوق تلفزيونيا والناس كلها تشوف ببضعة جنيهات، بضعة جنيهات، ما قلناش مئات، مش مئات، جنيهات، كويس، اللفظ واضح، عارف هتروح فين؟ هتروح على 5 مليار جنيه اول بيع للدوري. يعني بنتكلم في يعمل فار ولا ما يعملش فار؟ يعمل 10 فار في يا اخي دولة. يسمعونا ويحققوا معانا، يا اما يعني يصدقونا، يا اما يعني طيب يعني يحكمونا على طيب فكره نبدا على فكره نبدأ يعني تمام. طيب نبدا بالقرارات اللي اتخذت امبارح، حضرتك اتكلمت في الشكل الاجمالي اللي المفروض يحصل في البدايه عشان نبدا نتكلم ان فعلا بدا في تطوير. طيب نبدا باللجان، لجنة شؤون اللاعبين موجودة زي ما هي بالمدير التنفيذي أو القائم بعمل المدير التنفيذي، هو اللي بيدير اللجنة الكابتن وليد العطار، وهو راجل ريخ برافو في الملف ده من زمان فعلا طبعا. طيب لجنة المسابقات، أنا فوجئت امبارح مفيش أي قرار صادر بخصوص اللجنة، مين هيتولى اللجنة؟ ربنا يتولاه ربنا يتولانا جميعا. طيب المفروض اللجنة دي المفروض بتشتغل دلوقتي عشان تحضر جدول لموسم كامل، محدش يعرف اصلا الدوري كمان هيبدا امتى، مباراه السوبر مكانها ويعني ميعادها امتى، لجنه المسابقات مين هيكون مسؤول عنها ومين اعضاء اللجنه، مش هيبقى شخص واحد اكيد، لجنه محترفه مؤكد. وفوجئنا ان القرار رايح في اتجاه لجنه الحكام، رغم ان لجنه الحكام اصلا كانت موجوده او اتعدلت وبدات تشتغل اصلا في فترات اعداد وتغيير خلال الايام الاخيره، وعملت كذا اختبار لياقه بدنيه للحكام في محافظات كتيره، ابتدى يبقى في شغل على ارض الواقع للجنه في الايام الاخيره، لكن فوجئنا بتعديل في اللجنه. ايه الاسباب يا استاذ عصام في مساله تعديل لجنه الحكام ولجنه المسابقات، ليه ما تشكلتش او مين هيكون مسؤول عنها؟ ما هو ده السر الذي يجب ان يكون معلن، بمعنى انا قلت لحضرتك امتلكت الدوله الايراد وخاطبت المؤسسه العظمى الامم المتحده الكرويه اللي هو الفيفا وطلبت منه ان يحترم اراده الدوله المصريه قياده وشعبا او حكومه وشعبا، خاصه انه بقى على يقين انه ما هياش الدوله كما عهود سابقه جايه تلعب كوره وجايه تخش في الفنيات وكل واحد عايز ده مدرب وعايز ده، يا اخي هناك مدربين معاهم تفرغ من وظيفه عامه، يعني يا جماعه ده كلام يا جماعه مش ممكن يعني، ولاعبين لا زالوا مدرجين في قوائم امتحانات ولسه عندهم خدمه عامه. بالمناسبه وقلتها مع حضرتك وفي كل حته بروحها، في 8 دول على الاقل في اوروبا عندهم خدمه عامه، لا يمضي اللاعب يوقع يعني محترفا الا بعد اداء الخدمه العامه اللي هي الخدمه الوطنيه، دول في اوروبا كده، وبالتالي انت تحتاج لنقل سيستم يعني. يعني كنت اود ان انا اسمع كلام مختلف عن ده، لانه في الاخر سمير زي جمال انا اسف يعني زي الكل، ما هو الجديد؟ لا بس كان في نقطة مهمة، فكرة ان احنا ندي المسؤولية لكابتن سمير عثمان، ده عنصر شاب، وبنرجع اللي احنا بنحط كوادر في التحكيم وبنستغل اللي احنا بنحط كابتن سمير عثمان، فبنستغل ان احنا عندنا مثلا 20 سنة قدام كان دايما موجود في اللجنة كابتن جمال الغندور، كابتن عصام عبد الفتاح، كابتن احمد الشناوي، فكابتن سمير كان عنصر شاب زي كابتن ياسر عبد الرؤوف زي كابتن فهيم عمر. كابتن سمير عثمان انحاز اليه تقديرا لفكره المرحله العمريه اللي حضرتك قلته ده بالزبط. وان يكون وده توجه الدوله كمان، يكون ما انا بقول لك لكن توجهه هو بقى يعني عندما تحدثت معه مش عايز يقول حاجه، مش عاوز يطلع يسكت اللي بيتكلم في اللي ملوش فيه من ناحيه ايه في اي ردود، مش عايز يطلع بالتطوير، عاوز يبحث الاول عن الورق
اللي تحت الادراج، اللي فوق الدواليب، كان يجب ان يخرج ليؤكد ان هذا الموسم او على الاقل هذا الاسبوع اللي هو قاعد وضامن انه موجود فيه يحتاج الى ان يحدد حكام بانهم يديروا المباريات المقبله، وان يؤكد ان كل المباريات الكبرى سيكون فيها طواقم اجنبيه. خلاص غلب حمارنا مع التحكيم، مش ممكن هيحدد ده ازاي ولسه بيعمل اختبارات لياقه بدنيه للحكام ولسه هو ده وقت اختبارات ينجح ويفشل. ده فتره اعداد يا استاذ، هو ده وقت اختبارات، دي فتره اعداد. راجل اسمه جهاد جريشه الان علمنا كيف كان يعود مبكرا من البطولات رغم انه مونديالي و لانه مش ظابط بصلته، بيسمعه بما لا يمكن ان يكون في عالم الكره، بيسمعه بحوار مع الاداريين وزعيق مع اللاعبين، وهم يجيبوا اللعيبه كانهم يعني اصحاب سلطه زي بتاعت اتريس والدهاشنا. تعالى هنا ايه يا عم، ده هو انت لا تعمل ده، لا تسكت على الزق والشد وان انت يتم الاستهانه بيك. ها ده اللي كان نفسي سمير عثمان يعمله بدون القاب، كان نفسي يخرج ليعلن انه اما ان يكتب شهاده ميلاد جديده هو او من خلفه للتحكيم، او يبقى حطه على الاجهزه ومات اكلينيكيا مات اكلينيكيا. وبالتالي لا هذا ولا ذاك قدروا يروحوا على طموحنا بقى. طموحنا هو الجديد، ما هو ما فيش حد بيلحق الا من اللحظه الاولى بعد اذنك يعني. لكن ما تقوليش لو قعدوني هعمل، اعمل عارف زي الدنيا يقول لك اعمل لاخرتك كانك تموت غدا، واعمل لدنيتك كانك تعيش ابدا. الكره بنت الجنيه دي كده، اشتغل من دي وان، اشتغل من اول ساعه. وبرضه كان موقف غريب الا يلتقي يعني رئيس اللجنه مع رئيس لجنه الحكام القابع في الدور الثالث الى ان تم تغييره يعني، وكان دي حاجه مهمشه. طرحت سؤال يمكن هنا عقب مباراه للاهلي، هنا اكيد، من الذي عين جهاد جريش؟ فلم يجب. مش كده برضه ولا انا ناسي؟ حتى هذه اللحظه ما فيش تصريح رسمي، ما حدش جاوب. لكن الشفافيه، بس اللجنه هي اللي اختارت. ما هو كابتن سمير قال انا ما اعرفش. كابتن سمير ما خرجش بتصريحات رسميه ولا ما اعرفش. ما انا بقول لك اهو، طب سمعت بقى اي حاجه رسميه؟ ما فيش حاجه رسميه، انا بتكلم على صوت وصوره. يبقى ده اسمه زنانات شغاله. شفت حكم معاه ادوات؟ بس من اختيار رزاز اختيار متلاشي. اختيار جهاد جريشه جاء نتيجه ان في اكتر من حكم تم ايقافه قبل المباراه نتيجه موقف غير احترافي، ان هم فكروا او كانوا هيديروا مباراه وديه او ادار مباراه وديه بالفعل لاحد الانديه دون الرجوع للجنه، فمنطقه الحكام لجنه الحكام في منطقه القاهره هي اللي اتخذت قرار ضدهم، ابرزهم محمد الصباحي وامين عمر. عارف نعمل ايه؟ ولا اسامي. عارف نعمل ايه؟ فبالتالي كان الاختيار لجهاد جريشه لان اكتر من حكم كان جاهز للمباراه تم استبعاده وتم ايقافه. عارف نعمل ايه؟ وانت مغمض تستدعي طاقم فورا. منين؟ من اي دوله تعجبك. اجنبي؟ اجنبي عربي يعني عادي جدا. مش دور اللجنه. امال دور مين؟ انا برضو انا موجود بقول لك وجهه النظر الثانيه. اللي جاي يغير مش هيستنى ادوار، هيرفع سماعه التليفون على حد وهيكلم الثاني. عمر لجنه الحكام في تاريخها اساسا ما كانت هي اللي بتقول حكم اجنبي ولا حكم مصري. هو انهي تاريخ طيب؟ انهي تاريخ؟ على مدار التاريخ يا اما طلب الاتحاد يا اما طلب الانديه. التاريخ ده حاجه كويسه ولا جزء منه اهدرناه فلم نتقدم؟ طب مبكين عليه ليه؟ يا اخي اللي جاي جديد لازم ليه صيحه، لازم ليه طله. ما انا مش بتكلم عن سمير عثمان، انا بكلمك عن بتكلم بشكل عام. ايوه عشان ما نزنقش الراجل. لا احنا مش بنتكلم على شخص. اللي كان لدينا طموح على الاقل هو رجل يعني يجيد التعامل كمحترف في عمله الخاص. انا كان عاجبني فكره الكوادر الجديده، ده اللي انا بقول لحضرتك. لكن اهدر معظم الوقت في ترتيبات ما كانش هي خط البدايه على الاقل من وجهه نظري كراصد كمحلل. لا كان لازم يبقى ايه السيد من اول لحظه يفرض كلمه التحكيم، مش هقول بقى كلمته عشان ما عادش اقول لك يا عم هو جاي لا يفرض كلمه التحكيم، كل اللي بيقوله في اعداداته الخاصه يطبقه، مش هو بس. وانا وانت كاعلاميين واحنا قاعدين بنقول ايه يا سلام لو اللقاءات في التلفزيون تبقى كذا، اول حاجه نعملها لما نخش الاستوديو نعمل ده نبدا بيه. اكيد هم كحكام هم بيقعدوا يقول لك والله لو انا رئيس لجنه الحكام هشيل فلان وعلان، وانت عارف كده يا استاذ محمد صح ولا لا؟ يا اخي بقى اول ما تيجي مسؤول تشيلهم، لا تهادن واخد بالك، او تركنهم او تريحهم او توضبهم، شوف لك مصطلح منهم يعجبك او يليق على الحاله او يعالج الحاله. وبالتالي محتاجين نقول ايه امرنا لله اسبوع كمان ولا حاجه لغايه اجتماع مقبل، لان كده الحكايه الحقيقه صعبه شويه، حتى الانحيازات لاسماء
يعني بالنسبه لتدريب المنتخب راح في سكه برضه مش بمنطوق بمنطق انا اسف عالمي. طيب مش بمقاييس دوليه. طيب بمعنى ان تنحاز انت لهذا وانحاز انا لذاك. طيب دي ليها سؤال تاني بس لجنه المسابقات بقى لان سالتك على الحكام والمسابقات. فين المسابقات؟ مين لجنه؟ ليه ما تشكلتش اللجنه؟ طيب ما ده اللي انا بقول لحضرتك، يمكن عشان ما فيش مسابقات. ده في دوري المفروض خلاص اقل من اسبوعين ثلاثه. انا بقول لحضرتك فمين بقى المسابقات؟ هل سياتي فعلا زي ما قال السيد عمرو الجنايني وفد من اسبانيا للاطلاع او احلنا اوراقه زي ما بنهيل اوراق للمفتي كده في المحاكم، احلنا اوراق المسابقات مثلا لجهات فتوى في اسبانيا او غيرها؟ هل تتوقع ان يكون في شخص من خارج مصر يتولى الملف ده كناحيه احترافيه؟ كان اولى الحكام الحقيقه. هو لو الاثنين كانوا يبقوا ممتازين. انا ده اللي بقوله لو الاثنين كانوا يبقوا ممتازين ده اللي بقوله لحضرتك عشان الناس تيجي تحط السيستم. ان انا مش شايف تعديل جوهري في فكره كابتن سمير او كابتن جمال او سين او صاد. انا كان الاهم هو ملء فراغ فكره المدير التنفيذي او حتى حين وكلها لوليد العطار، وانا شايف انه راجل شاطر لكن مش من الكياسه ان الشاطر اشيله مهمتين. شؤون يعني اللاعبين كمان مهمه، وبعدين شؤون اللاعبين والقيد، وهي ايام قيد بالمناسبه. ومع ذلك خلينا نقول كان لازم يبقى بيسمى المدير التنفيذي، والجزء الاهم كان لازم في نفس تلك اللحظه يكون بيعلن عن المدير الفني للاتحاد اللي هو الوقت كان يبقى اكتر واحد بيتكلم عن المدير الفني القادم للمنتخب، صح ولا لا؟ مظبوط. عندك معلومه في الجزئيه دي يا استاذ عصام، مين مدير فني الاتحاد او مين هيبقى مدير فني المنتخب؟ حسب الضغوط. انت بينما يعني البعض يريد ان يؤكد ان حسن شحاته هو الامل باعتباره صاحب تجربه، وكان التاريخ يجب ان يعيد نفسه، حتى يعني من الصعب ان انت تهدر قامه وهامه زي الكابتن حسن شحاته، بدل ما يبقى هو يعني شيخ مشايخ الطرق الكرويه في مصر، عايز تعرضه لمهمه انه يبقى المدير الفني لمنتخب مصر. طب اعمله خليط انه يكون هو شيخ مشايخ الكره في محل خبير للاتحاد، مستشار للاتحاد، مدير فني للاتحاد، وهي مهمه تليق بتاريخه وبكامل خبراته. صحيح. على ان يبدا هو رفع النقاب عن مجموعه من المدربين تختار بقى بالمسطره اللي طول عمرنا بنسمع عنها دي ولا حدش بينفذها بالمعايير الدوليه، انما هناك تاجيل القرار وتاجيل التفكير لجلسه ثانيه، نتاج ضغوط لانه ناس بتضغط لإيهاب وناس بتضغط لحسام وناس بتضغط للكابتن حسن وناس بتضغط للكابتن علي. انا بقول لك ما يرضي يعني على الاقل ضميري يعني، وبالتالي هذا ما استعيبه وهذا ما يعني ارجو ان السيد الوزير ينتبه له انها جاءت الفرصه ان التدخل الحكومي يبقى فرض اراده لكره قدم محترفه، وقبل كل ده امن قومي، الرياضه امن قومي، ومن ثم هي فرصه صح للتعديل والتبديل. لما تقول لهم مصر عايزه تبقى زي المانيا في اوروبا، والله ما كلام هزار، ما هي مصر في افريقيا هي المانيا في اوروبا يا جماعه، اسالوا الافارقه واسالوا الوطن العربي، لكن نحن نهدر كل الفرص كويس. لكن هذه المره قد لا تكون الصوره سوداء، لكنها لم تكشف بعد عن الوانها او ابعادها حتى. فخلينا نشوف. الاستاذ ابراهيم نصر الجميل كان بيقول لك ما تيجي نشوف، ما تيجي نشوف، فخلينا ما نيجي نشوف. طيب انا حزين لان كان عندنا اجنده دوليه في اول سبتمبر، كل المنتخبات الافريقيه هتلعب في الاجنده الدوليه. عندنا مثلا في النادي الاهلي وليد ازارو مستدعى من المنتخب المغربي، موجود معاهم في مباراتين هيتلعبوا في اول اسبوع من سبتمبر. حزني مش مباراه وديه وخلاص او هنلعب معسكر وخلاص، لا، الفكره دي مباراه هتفرق معانا في التصنيف، ومصر حاليا بعد اول خمس مراكز في التصنيف الدولي، وده هياثر علينا في تصفيات كاس العالم، واحنا بنتحط كرؤوس مجموعات او احنا بنتحط في مرحله البلاي اوف لو ما دخلناش في اول خمس منتخبات طبقا لتصنيف الفيفا في الاتحاد الافريقي. فبالتالي فكره ان في مباراه وديه واجنده دوليه لازم نستغلها ولازم نلعب ولازم نكسب عشان نحسن التصنيف، وكل ما بتحسن تصنيفك بتفرق معاك في قيمه المباراه اللي هتلعبها مع المنافس، فبتساهم في صعودك وتاهلك لكاس العالم. ففكره ان تاجيل مدير فني المنتخب للفتره الجايه دون الوضع في الاعتبار ان في اجنده دوليه وفي تصنيف، مش يمكن اللي عايز يجيب المدرب مش عايزه يتعرض لفكره يكسب ولا يخسر؟ ما انت ممكن تلعب مباريات وديه مع فرق اقل من مستواك بكتير وتكسب. انت حتى ما فكرتش تخليهم للحلم الاولمبي مثلا هات المنتخب الاولمبي يلعبهم، ما هو يلعب وقول عليه الفريق الاول، لا يلعب هيلعب في محل الفريق الاول، وقول عليه الفريق الاول بجهازه وحط معاه الخمسه سته
الدوليين اللي الاجنده تسمح لهم لان كده كده الانديه بتاعتهم هتسيبهم لان اجنده رسميه. مش كده بالظبط، تبقى استغليت الحسنين يا اخي، منتخب الحلم الاولمبي وفي نفس الوقت مسمينه المنتخب الاول، وفي نفس الوقت الاولمبي لما يسافر ويبقى عنده دوره اولمبيه ما هيحتاج ثلاثه من الفريق الاول. على الاقل كابتن شاور خد خلفيه من البدايه مين ممكن يكون معاه من الثلاثه اللي موجودين في المنتخب الاول. اديك قلتها، لكن أفكار. ربما حد يجي يبحث في هذا الملف يقول لك اه يا عم بقى عشان شاوي لو كذب يقولوا خليه هو مدير فني. يا عم احنا بنتكلم في اشخاص ولا في بلد؟ والتاني يقول لك الاحسن لو شاوي اتغلب يبقى هو ذنبه ايه؟ يا جماعه نفس الاجابه، احنا بنتكلم في اشخاص ولا في بلد؟ حتى كمان تاجيل البت في وديه مباراه البرازيل، يعني احنا فوجئنا امبارح ان في اصلا عرض لمصر انها تلعب مع البرازيل مباراه وديه في الاجنده الدوليه خلال شهر اكتوبر القادم. تاجيل البت فيه دي فرصه ان التاجيل يلعبوا صاحب ده قرار البلد. طلع صاحب قرار البلد قرار صدر زي كده، يعني عارف ان الشياطين المبازرين اخوان الشياطين، المؤجلين اخوان الكويسين، يعني مشيها كده لغايه لما نعرف في ايه. بس انا مدهش من حاجه، الحلقه الاخيره اللي كنت معايا فيها من حوالي اسبوع 10 ايام كنت متفائل، لا حاسس ان نبره التفاؤل، بس زعلان ان ادوات التفاؤل حضرت ولسه مفيش اماره. يعني ايه؟ لا انت عارف انا هفضل متفائل ليه؟ ان التغيير سهل، اول ما يجي بكره الصبح حد احنا اللي قلنا ده، هل هو تاليفا، هل هو من روائع بنات افكارنا، ولا بنات افكارنا، ولا اولاد افكارنا، ولا اصحاب افكارنا، ولا عمه افكارنا؟ ده الطبيعي اللي لازم يتعمل، وبالتالي انت تحاول الاجتهاد، بينما العباد مصممين على نوع متحرك من نفس الصوره. ازاي بس؟ ازاي بس؟ ازاي؟ ما ينفعش، لازم فعلا تصحى الصبح تقول عايزين حاله مختلفه 100%. اوعى تصدق اللي يقولك التغيير واحده واحده، اوعى تصدق اللي يقولك هي ما تجيش كده، اوعى تصدق اللي يقولك اصبروا علينا، لا 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 خالص. اللي يقول لنا كده يبقى بس كل الحكايه انه حاطط خطه ممنهجه مؤرخه، ممنهجه مؤرخه، يعني يوم كذا هبدا كذا ثم 2 3 5 7 8، لكن ما دون ذلك فيبقى هو مش لاقي حلول بصراحه كده. وده دور الدوله دلوقتي. شايف قرارات الامس كانت قرارات في مجملها فيها قرارات يعني بسيطه وسهله وملهاش علاقه بالتطوير والتغيير ولا لها علاقه باي حاجه الا قرار او اتنين يعني، بس في قرار مميز في مساله القسم الثاني. ايه هو؟ رفض فكره ان في دوري ترقي او تغيير شكل القسم الثاني بعد ما كان في توصيه قبل كده، ولا مميز ولا اي حاجه. ده كان هيبقى هزل اصلا انك تناقش لو كان حصل اصلا. طبعا طبعا ده هزل اسمه. لكن انا عايز اقول للناس دي راجعوا الجمعيه العموميه، من يصبح له صوت ومن يكون موجود ليفوز بالخدمه لكنه سايلنت زي ما بيقولوا، الفتره لا استطيع رفع يده بالتصويت. الفتره الجايه اللائحه اللي هتطبق على الاتحاد او على الكره المصريه لائحه النظام الاساسي ولا تم ايقافها ويعتمد او هنشتغل بلائحه الفيفا؟ نحن ان انا سمعت كذا معلومه في الجزئيه دي خلال الساعات الاخيره، ما نعلم ان احنا بنعمل بلائحه الفيفا حاليا يعني تم ايقاف العمل بلائحه الاتحاد، ما نعلم. ما ده اللي سمعته برضه، لان برضه انت بقبل ناس اول ما تقول لها العمل العام يتقفل موبايلاتها هتعمل خاصيه، ودي حاجه غريبه انا اكتب عنها بعد بكره. لا والله بجد، بس بالعكس يمكن ده في اول مره عملوا مؤتمر صحفي وبالامس كان في تصريح او كان في بيان. يا سيدي الفاضل نحن فوجئنا باول امس، وانا حتى يعني دونما اضرار وعشان برضو ابين حسن النوايا قلت من اولها تسريب يا جبلاية. يعني لما افاجئ انا بالصديق وزميل اعلامي طالع يقول ان كابتن محمود الخطيب والسيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سيلتقوا انفنتينو عبر وجود رئيس اتحاد دولي مع كبار القاره، يعني ازاي هو عرف وبقيه البلد ما عرفتش؟ يعني ازاي يعني؟ الا ان حد قال له حاجه وما لهاش للتانيين. طب معلومه جوه الاتحاد يعني؟ طبعا. امال يعني جت منين يعني؟ جت منين يعني؟ ما اكيد انفنتينو ما قالش لحد، اكيد يعني ده أكيد. اللي انا متاكد منه. تمام. وبالتالي لان انفنتينو ما بيتكلمش، انفنتينو عنده دولاب عمل. هو ياتي الحكايات باي باي والصور والحاجات اللي هي بيسموها بروتوكوليه يعني. بس تم تحديد متحدث اعلامي الاستاذ اسامه اسماعيل الكاتب الصحفي ومسؤول اداره الاعلام في الاتحاد. لا ما تديناش عن اقصد، لا يعني اقصد يعني انا ماليش دعوه بالمتحدث، انا ليا دعوه باللي عنده القرار. فلا قال للمتحدث الاعلامي تحدث بيه ولا كتموا عن الكل. بس فالحكايه كمان ما تبقاش كده. يعني لا هو كل الغلق
ولا هو برضو، وانا برضو مع صيغه ان يكون في ايام للعمل الاعلامي وتوقيتات للخروج في مؤتمرات صحفيه، انما على الجميع على الجميع، الا ان انا تلاقيني طلعت على ماسوره وضارب البتاعه دي زي مجلات اللي كنا بنحبها زمان والفانيلا المخططه، وانا بقى ايه صرفت على المصلحه فعرفت اسرق الخبر. ما دون ذلك اي عنتريه يعني ان انت تفوز بخبر بالشكل ده، يعني اي عنتريه يعني. خاصه لما يبقى معروف ان انت قريب من دائره صنع القرار، وبالتالي دي اشياء برضو ما احبش انها يعني نكمل عليها يعني. نكمل عليها. طيب كنا اتكلمنا قبل كده في وبرضو في اخر حلقه على موضوع ملف تصفيات كاس العالم في البث الفضائي، والمده الزمنيه انتهت، كان اخر ميعاد 21 اغسطس. هل اللجنه المؤقته في معلوماتك برضه يا استاذ عصام وافقت على البث الجماعي بالنسبه لتصفيات كاس العالم عن القاره الافريقيه، ولا مصر هتسوق فردي؟ مش هترفض، ما هم برضه ما اعلنوش، بس يقينا مش هترفض. ما ندخل في البث الجماعي في المشروع المتعلق بالبث الجماعي للقاره الافريقيه كلها. ما انت بتتكلم عن مدد زمنيه، هو كان اخر ميعاد 21 اغسطس. ما هو اغسطس ده الشهر الجاي، احنا خلاص ده كان على اول سبتمبر يعني. عدى اسبوع. يعني حتى في دي ما فيش معلومه صدرت على فكره، حتى في دي لم يعلنونا يعني باعتبارنا شعب من وجهه نظرهم قصر او حاجه يعني. الملف ده مهم لانه متعلق بحق المواطن في مشاهده مباراه المنتخب في تصفيات كاس العالم. صحيح. هي نظره بعيده شويه، بس احنا بنقولها من دلوقتي لان على حسب الماتشات لسه يعني، الماتشات لسه في شهر مارس 2020. طب بعيده بس ازاي؟ بس بنقولها من دلوقتي عشان الناس تبقى بعيده عارفة. ازاي ده انت بتم دلوقتي. هي يعني زي اللي حاجي الشقه في مكانها يستلمها بعد كذا سنه، بس هي حلمه، هي امله، هي مخزونه، هي اللي حط فيها مدخراته. هو الأزمة الحقيقية، هو في مجال انك تسوى لنفسك؟ لو سواتي جماعي يبقى حاجة بصراحة، ولا في مجال ان هو يسمح لك انك تسوى لنفسك؟ ما هو حسب بقى. فلا هم بيرفعوا السكين من على رقابهم ويقولوا انه لا يوجد مجال وانها تفرض، وفي الحالة دي زينا زي غيرنا. انا لما شفت الورق ما بقتش فاهم هم عايزين يقولوا ده اجبار ولا اختيار. ما ده اللي بقول حضرتك. لكن هل هناك مجال؟ لو هناك مجال بقى نتكلم بقى. وانت عايز تسوى جماعي ليه؟ وانت بتعرفش تسوى لوحدك ليه؟ وانت مرات سوقت فردي؟ امال يعني مديرين تسويقات ازاي؟ امال يعني جايب لي لجنه تنميه الموارد ليه؟ لا والتصفيات الاخيره سواها فردي. لجنه المستثمرين ليه؟ امال لجنه العابثين ليه؟ ما هو كلام كتير عايز يتراجع الحقيقه. دونما مراجعه هتخش الامتحان ما عندكش معلومات يعني، فهتجيب نمره النجاح يا هارد لك يا كابتن، وتطلع بملحق 2 3 كده يعني. طيب توقعاتك الدوري في ميعاده ولا هيتم تغيير الموعد؟ اخر كلام الفرق 48 ساعه او 3 ايام على بين الميعاد اللي اعلن وطلب التاجيل، بعد ما كان بيقولوا هنأجل لاكتوبر ومفترض انه في 19 سبتمبر كان موعد اولي يعني. تمام. اخر كلام سمعته مع اللجنه الموجوده لاداره الاتحاد يعني انهم محتاجين 48 ساعه و3 ايام يعني تأجيل. يبقى يعني يبدأ يوم 21 أو 22 سبتمبر يعني، والسوبر قبلها بيومين برضه، وذاك أفضل جدا يعني. والسوبر قبلها بيومين عادي جدا. يعني بدل ما يكون 15 عشان الارتباطات الإفريقية ممكن يبقى 17 ممكن. وتلعب بعد كده مثلا قول 3 أيام، يبقى الدوري يبدأ 21 22، مفيش مشكلة يعني. أنت في حاجة لكل دقيقة يعني. تمام. تقنية الفيديو لو اتطبقت السنة الجاية شايف، وعلى فكرة بالمناسبة كمان عدد الحكام اللي مصرح لهم أو واخدين الرخصة للعمل على تقنيه الفيديو 4 حكام بس او 5 حكام كعدد اقصى على عدد حسب معلوماتي، فمحتاج لسه تعمل دورات تدريبيه للحكام عندك، الشركه اللي هتتعاقد معاها اللي هتجيب لك الادوات زي ما قيل الرقم 18 مليون جنيه وتطبيق التقنيه في الملاعب. زي ما هتتعاقد مع شركه هتتعاقد مع نفس الشركه. أيوة. او ربما لو ما عندهاش الجزء ده في المكتب الثاني اللي هو جزء التدريبي، يبقى في شركه اخرى بتدرب، وفي شركه ثالثه ممكن تجيب لك محترفين والولاد بيتدربوا، هم بيديروا مع الاربعه الكواليفايد او الاربعه المؤهلين. ما فيش حاجه صعب. امال احنا عملنا امم افريقيا ازاي؟ هتقول لي بالحكام الافارقه. طب ما الحكام الافارقه دول الاتحاد الافريقي جابهم ازاي؟ بوكيت ماني، اقامه في فنادق، مكافاه. ايه المشكله بقى يبقى عندنا نفس النموذج يعني؟ اذا كره القدم لا تدر هذه الارباح بلاها بقى، ونخلينا في الهوايه ونلعب بقى بطوله الجامعات والحاجات دي، المساله سهله يعني. تمام.
طيب على سياق موضوع التقنيه الفيديو خلال الفتره اللي جايه وممكن يستعينوا بحكام من اوروبا او حكام من افريقيا مع الحكام المصريين على مدار البطوله، ما عندناش مشكله في الجزئيه دي، لكن الجزئيه الثانيه كمان المتعلقه بالتقنيه خلال الفتره القادمه، هل في اللجنه نفسها لجنه الحكام ممكن يكون حد ليه دور مع جمال الغندور في اداره هذا الملف؟ لان حسب معلوماتي وده كان عرض من يعني دي معلومات من جوه المجلس المؤقت اللي بيدير الجبلية في التوقيت الحالي، المجلس كان عرض على الكابتن سمير عثمان ان هو يكون مسؤول تقنيه الفيديو جوه لجنه الحكام، لكن هو قال لك طالما الكابتن جمال غندور موجود هو يكون المسؤول مسؤوليه كامله، وانا بعتذر عن الاستمرار لان انا ما ينفعش اكون موجود ضمن اللجنه بعد ما كنت رئيس للجنه. دي حاجه ترجع له، لكن هل وجهه نظرك يعني يجي حد يكون مسؤول على دي من جوه مصر او كابتن جمال غندور نفسه، ولا نجيب شركه من بره او حد من بره يكون مسؤول عن الجزئيه دي بس؟ شوف كان في فيلم لطيف قوي روايه عبقريه كده كان عاملها النجم العظيم رحمه الله عمر الشريف والزعيم عادل امام اللي هو الراجل اللي خلوه شيخ وهو مش شيخ، فكل شيء قال لهم هو الدين بيقول ايه في مقطع من الفيلم يعني. فانت دلوقتي الناس بره بتعملها ازاي؟ اللي انت هتجيب من عندهم العده والتريننج، بيجيب واحد لوحده ولا هو رئيس هو ايه اللي بيديرها، ولا واحد من اللجنة هو اللي بيبعته رئيسنا او بيرشحه رئيس اللجنة او اللجنة كلها؟ لازم نجيب الكتاب، لازم نجيب الكتالوج يا استاذ محمد، مش جزء وجزء يعني. يعني احنا ليه كده عايزين نفتكس يعني؟ انا نفسي افهم ليه عايزين نفتكس، ما تقول لي ليه؟ مش عارف. عشان عايزين نراضي محمد وعصام. يعني وجهه نظرك ما هو انا مش معقول بقى اعمل رشه مناصب كده وخلاص، ما هو كده مش كلام. يعني طالما جبت الكابتن جمال غندور كرئيس لجنه هو اللي يشكل، مش بشرط ان انا اقول للرئيس السابق لا خليك انت بقى في تقنيه الفيديو. اما عشان ما يزعلش. لكن انا كمان لما اجيب الكابتن جمال برضه ما اقولوش بس في مرحله التطوير، ما اقولوش بس انت المسؤول وخلصنا. يا كابتن جمال ما تحب تطور تقنيه الفار، قول لي بالله عليك اول حد عملها ازاي؟ كان بيدي واحد من اللجنه ولا كان بيجيب لها حد لوحده من بره؟ بس تمام. لكن انا مش عايز حد يا عمي يفتكس، انا مكتفي ببذل الجهد بس، انا مش عايز حد يالف. وعلى فكره الكوره لا يوجد فيها ابتكارات الا كل يعني عشرات الاعوام، نظريات نظريات ثابته، خاصه في فكره الاتحادات والاداره وكذا مش الملعب. لكن في الخطط اهلا بيك. يعني في التكنيك بتاع اللاعبين ده موضوع تاني، ده في التريننج صح. يعني في 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 فعاليات الكره اللعبه مش الكره الاداره، فمين هياتي بتجويد يا استاذ محمد؟ يعني هو ليه احنا بنجلد نفسنا بالشكل ده؟ من سمع عن حد جود؟ التجويد الوحيد اللي حصل في انجلترا ولا يفرض على العالم اللي هو الساعه اللي بتدي للراجل فكره عدة الخط ولا لا، بس الشريحة الذهبية اللي بتحط في ومع ذلك دي شريحة ذهبية تحتاج فلوس ذهبية، تحتاج إنتاج ذهبي، فكل برغوت عارف كورته يصرف عليها كام. طيب ده كان جزء متعلق باتحاد الكرة والجبلية والأحداث اللي حدثت خلال الساعات الأخيرة. ننتقل إلى إنجاز وحديث شيق وجميل وفي أرقام رائعة بالنسبة للألعاب الرياضية في مصر والألعاب الفردية والألعاب الجماعية، ومصر مشاركة في دورة الألعاب الإفريقية في الرباط في المغرب، طبعا العلامه الكامله في كل الميداليات، مركز اول بفارق عدد كبير جدا من الميداليات عن المركز الثاني جنوب افريقيا. بالاضافه لده احنا وصلنا ان احنا نجيب ميداليات اكتر ما كانت مصر بتجيب في دورات سابقه. اجمالا بشكل عام شايف التطور اللي موجود في الاتحادات وفي الالعاب الفرديه والالعاب الجماعيه اللي بتشارك، وتحديدا كمان في كره اليد والكره الطايره، ان كمان عندي نتيجه منتخب كره الطايره هقول لك دلوقتي بس دي في بطوله العالم اللي في تونس، يعني هو نص النهائي بس هقول لك نتيجتها، بس عايز اعرف الاول تعليقك على مشاركه مصر في الدوره. عليهم ان يشكروا ناشئي يعني كره اليد وشبابها، يعني هم ادوا الحماس والحافز للكل، والحقيقه واضح ان الاتحادات بتشتغل بجيل من المدربين، سيبك بقى هم من الاهلي والزمالك، لكنه جيل نابه، جيل عاش تجربه كره اليد في 93 وازاي لعبنا بطوله عالم، رحم الله جمال شمس طبعا ان صح التعبير رحمه الله، واهب الحياه للعبه دي واول بطوله، صاحب اول انجاز عالمي. ثم كيف استثمرت الدوله المصريه في حسن مصطفى او الدكتور حسن مصطفى حينما يصبح شخص عالمي حقيقي وهي الدوره الخامسه له؟ لا هو يبقى هو صاحب بقى شيخ طريقه في اداره كره اليد، وبالتالي عاد على بلاده. ده اللي احنا بنقوله بقى، شفت الشخصيات الدوليه ازاي انت تستفيد منها، مش بتبقى انت موجود علشان بس تفكر في النتيجه. لكن اهم ما يميز فكره الشباب الناشئين اولا انا اسف ثم الشباب، اهم ما يميزها عارف انها تكشف كل العورات. ليه؟
لديك المنجم الأصلي القاعدة اللي هو تمد إيدك كده دهب مرجان ياقوت وهم الولاد ناشئين ثم شباب في أقصى تقدير. أول ما بيروحوا مع الكبار إيه اللي بيحصل؟ ينسجم وبيخشوا بقى في البوتقة إذا كان في اتحاد بيدير وبعض الخبرة. لكن بالزبط. الأغلب الأعم بينتهي حلمك عنده في المنافسات الدولية مش القارية. ليه؟ لأن الإدارة لا تعرف شيئا عن العلم والاحتراف الكامل، وبالتالي بتبوظ القاعدة الأساسية اللي برضو لازالت تحتاج تنقيب أكثر، تحتاج خريطة جينية عشان بالمرة يقولوا بالنظر احنا بالنظر بدام لصالح مصر، تحتاج خريطة جينية جغرافية تلقي الضوء على كل منطقة فيك يا مصر، أهلها من السكان أحسن لعبة يلعبوها إيه، وبالتالي هو ده الاجتهاد، العلم والأكاديمية جنب الخبرات الاحترافية يساوي مصر الدولية بجد يعني. ومن ثم أعتقد أنه الناشئين والشباب بيكشفوا بنتائجهم الدائمة على فكرة الدائمة، مادام كمان في اتحاد بيجتهد ومدربين على شاكلة مدربينا في كرة اليد الحقيقة، وفي لعبة أخرى الاسكواش يعني، وهو بدأت تظهر في الطايرة وهي أجيال لمست العالمية والتنس، ولكن التنس بيحتاج المران في الخارج يعني. احنا في نتيجة حقيقية في التنس في الرباط أهلتنا للمشاركة في أولمبياد طوكيو، ده خبر لسه سامعه النهاردة. ماشي، لكنك لا تقترب من لعب التنس المحترف. لا لسه ما وصلناش. ده اللي أنا بقوله لك، إذا أنت تحتاج خريطة جينية، وبالتالي انت مش بعيد عن اي حاجة. احنا 100 مليون بني ادم، 100 مليون الدولة المصرية في عنوانها مصر الجديدة من 2013 بدأت تقدم لنا افضل ما يمكن ان يكون من محاولات للتطوير والتغيير، من طرق، من صناعة، من زراعة. 100 مليون صحة، ده مشروع عبقري. يبدأ منين 100 مليون صحة؟ ده من الرياضة، الرياضة اللي لازم الاهتمام بيها على مستوى الرياضة العامة أو الرياضة للجميع، ومن ثم رياضة الهواء التي تنتهي عند حاجز الاحتراف. طيب أنا معايا نتيجة، يمكن طبعا هي خسارة منتخب مصر للناشئي كرة الطائرة أمام المنتخب الإيطالي بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، لكن الفكرة في حد ذاتها أن احنا وصلنا نصف نهائي، يعني طبعًا. نصف نهائي كاس عالم للكره الطائره ده انجاز طيب جدا طبعًا. يعني بالنسبه للكره الطائره، لان انت بتلعب الطلاينة، والطلاينة يعني لو الزملاء بس طبعا عشان الوقت هيحكمنا، لو الزملاء جابوا الرانك هتلاقي ايطاليا في حته تانية خالص، ايطاليا والبرازيل وكوبا طبعا في حته تانية خالص جدا. طيب مزبوط. انت شوف انت بتكسر معاهم ازاي يا راجل، ده كلام مهم جدا، ونصف نهائي يعني انت خلاص بقول لك ده عتاب يعني، ده كلام مهم جدا يعني. صح. بقيادة المدير الفني كابتن حسن الحصري، يمكن على مدار البطولة عامل نتائج متميزة جدا، البطولة بتقام في تونس، نتائج رائعة بالظبط كده. بس الميزة بقى كمان يعني خرجنا من إيطاليا، لكن ميزة نلعب على الميدالية البرونزية، ممكن نعمل ما هو ده مباراة على الميدالية لأول مرة في الكرة الطائرة. ده قلته لحضرتك، ده معناه أن المنجم موجود، لكن لا أحد يضع البضاعة فيما تستحقه من فترينات عرض يا صديقي وزميلي العزيز. مظبوط. ليه بقى؟ لأنه نحتاج إلى العلم جانب الاحتراف. لو اللعيبه دي عارف انه تعرف ان الهاند بول فيها لعيبه محترفين بره وبنات كمان حقيقي. منهم بنت اسمها رحاب جمعه وبالتالي وكانت حزينه ان منتخب مصر للانسات او في السن المنتخب الاول مش موجود، مفيش هناك لعيبه محترفه، ولما جت تقول كده برضه ودي حاجه كانت تزعل من رئيس الاتحاد الحقيقه انه طلعها هي اللي غلطانه. لا مش هي اللي غلطانه يا كابتن هشام، لا مش هي. يعني ايه مفيش قاعده بنات يا راجل؟ 100 مليون بني ادم، امال دول بيجوا منين في الولاد؟ ده البنت زي الولد، ما هيش كماله عدد، ده اماره يعني. وبالتالي زي ما بقول لك احنا محتاجين ناس تعمل على ما قدمته الدوله من اراده لاول مره ربما من قرابه 3 لـ4 عقود كامله. ان تاتي دوله مش عاوزه تركب على الرياضه، بل هي تقدم للرياضه كل التسهيلات وكل الامكانيات للتقدم. ده حقيقي، كل التسهيلات وكل الامكانيات. عايز تاني بقى بنيه تحتيه اتطورت بشكل كبير جدا، صرف على الرياضه دون فرض كما كان يحدث في السابق لمين يلعب ومين يدرب وبيحبوا مين ولاد مين ومش عارف ايه والكلام ده. خلاص بقى انت دلوقتي دوله زي كل الدول، زيها مش شبهها. وبالتالي اذا اخترنا مواطنين مؤمنين بده للاداره محترفين اصلي، لا هنروح نقله بعيده قوي يا استاذ محمد، نقله بعيده قوي صدقني يعني. طيب انا عايز اقول نتائج المنتخب الطايره برضه عشان الناس تبقى عارفه نتائجهم. منتخب ناشئ الطايره نجح في التاهل الى الدور نصف النهائي بالفوز على بيلاروسيا بنتيجه 3 أشواط مقابل لا شيء، يعني فوزنا على بيلاروسيا 3-0 في دور الثمانيه. منتخب ناشئ الطايره ايضا كمان عشان يوصل الدور ربع النهائي كسب نيجيريا
بأشواط مقابل لا شيء في دور ال 16. عدد المباريات او النتائج اللي حققتها مصر في هذه البطوله دي لاول مره بالنسبه للكره الطائره في جميع الـ الاعمار السنيه او في جميع الـ المراحل السنية. المراحل السنيه ما كانتش بتتحقق قبل كده. ان شاء الله باذن الله هنلعب على الميداليه البرونزيه خلال اليومين القادمين باذن الله نحقق نتيجه ايجابيه تبقى اول ميداليه. تخيل بقى انت في الكره الطائره في مرحله الناشئين هتاخد ميداليه ان شاء الله في بطوله عالم، في مرحله كره اليد انت في مرحله الشباب واخد مرحله ميداليه برونزيه، وفي الناشئين واخد كاس عالم ان شاء الله باذن الله. كمان لما في مرحله كره السله سيدات خلال الفتره الاخيره ما كانتش بتوصل للنهائيات بمستوى متميز، لكن اخر بطوله وصلت، ما وصلتش للمراحل النهائيه بس ابتدت، يعني سيدات السله في مصر ابتدت تتواجد شويه في هذه اللعبه. الرجال ابتدوا كانوا موجودين في كاس عالم اخير وابتدوا يكونوا موجودين. اذا احنا شايفين خلال السنوات الاخيره في تطور في السله والطايره واليد. الانجازات اللي بتحصل في الناشئين والشباب هنبني عليها باذن الله خلال الخمس سنوات القادمه لما يوصلوا لمرحله المنتخب الاول، والبدايه باذن الله هتكون مع كاس العالم لكره اليد اللي هتنظمه مصر 2021. ده يبقى مهم قوي لينا الحقيقه، وهو يحمل كل الاماني الطيبه في انطلاق اللعبه الى عالميه حقيقيه، عالميه تدوم يعني زي ما بيقولوا، لان انت طالع صح وماشي صح حتى يمكن أن تلمس يعني عنان سماء كرة اليد إن شاء الله، وبالتالي قيس عليها بقى اللعبات، يعني عارف مرة تنقل نقل كامل لواقع سعيد لواقع محترم لواقع محترف، هتلاقي نفسك ماشي صح الصح، مش محتاج بقى خلاص الموضوع ما بقاش فيه لا مرضاة ولا مراعاة، بقى فيه أن تضع الشيء في مكانه الأصل، الموضوع ما أسهله. نتائج الدوره الافريقيه مقياس لاولمبياد طوكيو ولا بيديك مؤشر لحاجه افضل بس مش بنفس القياس؟ لا طبعا بيديك مقياس لكن انا كنت اعمل برضه وبقول للسيد الوزير يعني كان من الافضل بدل ما بعض المسؤولين يركبوا على نتائج الولاد والمدربين لماذا لم نسال هؤلاء الذين خرجوا والولاد فرحونا، وانا مصر الولاد فرحونا اللي هم اللاعبين الأسرة المصرية والمدربين اللي هم مننا برضو، ما قلت لهمش هتجيبوا كم ميدالية ليه؟ عشان تبقى عارف البعثة اللي خارجة دي راجعة بميدالية أو مش راجعة، لأنه ساعتها أنت ممكن تسفر حد حتى لو قال لك لا لكن راح مستوى مثلا الخامس مثلا خلاص يبقى أنت حاطط قاعدة من لغاية الخامس لغاية السادس في بعض الألعاب، لكن إن احنا بعد ما الناس تجتهد وتتعب وكذا نبدا نقول ياللي من البحيره وياللي من اهل الصعيد مصر النهارده، طبعا مصر سطح حديد، طبعا مصر بتتقدم، لكن عايزين نعلم الناس انها هناك ثواب وعقاب، هناك ما هو علم جنبا الى جنب مع الاحتراف، وبالتالي كان يجب ان يكون معلوم لدى الاعلام على الاقل لماذا خرج هؤلاء وهل سيعودوا بالذهب والفضه والبرونز ام ان بعضهم يذهب لمرحله الاعداد لمرحله التفكير بمنافسات لكسب خبرات ربما زي ما حضرتك قلت استعدادا للدوره الاولمبيه نفسها وهذا يكفي. طيب برضو مقياس للدوره الاولمبيه في طوكيو ولا بنسبه لان في مستويات قاريه وفي مستويات عالميه، خلينا نعترف بده. اللي كان هيبقى يدينا كلام نقدر نقوله بمنطق عشان ما يبقاش احنا بننقد وغيرنا مش من حقه ينقدنا، اللي كان يدينا مقياس لو كانوا ادونا وهم خارجين بيانات واضحه عشان اللاعب ده رقمه كذا والفريق ده ترتيبه. وبمناسبه البيانات والاحصائيات طبعا يعني افضل ما نتحدث معنا عن البيانات والاحصائيات ومن قلب الحدث من الرباط في المغرب، معنا على الهاتف دكتور طارق الادور لكي يطمنا بقى ويدينا كل المعلومات وعدد الميداليات اللي حققتها البعثه المصريه حتى هذه اللحظه في دورة الألعاب الإفريقية في الرباط بالمغرب. دكتور طارق مساء الخير على حضرتك، وأستاذ عصام شلتوت بيرحب بيك. أهلا بك يا محمد وأهلا بالأخ العزيز اللي وحشني جدا عصام شلتوت ومنورين. منور الدنيا. ألف سلامة يا رب وتحياتنا ليكم كلكم لأنكم بتسعدونا كل في مجال وربنا يوفقكم. الله يخليك يا أستاذ عصام وربنا يكرم طبعا. النهاردة طمنا بقى يا دكتور طارق. النهارده البعثة المصرية حطمت الرقم القياسي لعدد الميداليات اللي بتجيبه بعثة مصرية في تاريخ دورة الألعاب الأفريقية. تمام. كان أعلى عدد من الميداليات حققها البعثة المصرية قبل كده كان في دورة برازافيل الماضية 2015 217 ميدالية. النهارده ما شاء الله وصلنا إلى 223 ميدالية، يعني ضربنا الرقم بـ 6 ميداليات.
ممتاز. هذا اليوم هو اعظم يوم لمصر في دور الشعب الافريقي. كل يوم من الايام الثلاثه الماضيه كان بيبقى عدد قياسي من الميداليات يضرب الرقم اللي قبليه. اليوم الثامن كان فيه 10 ميداليات ذهبيه، فكان اكثر يوم في عدد الميداليات الذهبيه وعدد الميداليات بشكل عام. بالامس ضرب الرقم بقى 18 ذهبيه وبشكل عام 35 ميداليه. النهارده 20 ميداليه ذهبيه هو افضل ايام الدوره في عدد الميداليات الذهبيه. 20 ميداليه ذهبيه في يوم واحد. وصلنا بعدد الميداليات الذهبيه الى 79 ميداليه ذهبيه، 85 ميداليه فضيه، و59 ميداليه برونزيه، وبفارق 40 ميداليه عن الملاحق لينا من اول ما ابتدت الدوره. كان جنوب افريقيا هي الملاحقه لينا في عدد الميداليات، النهارده نيجيريا هي اللي سبقت، ونيجيريا بقت الثاني بفارق 40 ميداليه عن مصر، وبقى المركز الثالث جنوب افريقيا. حقيقه ان البعثه المصريه النهارده مشرفه بكل المقاييس والمعايير، حتى الملاكمه اللي كان ادائها يعني على غير ما يرام في الفتره الاولانيه، النهارده الحقيقه اتحققت الملاكمه ميداليتين ذهبيتين، وكانت اول ميداليات للملاكمه الحقيقه النهارده، وده يعني احنا انتقدنا الملاكمه بشده في الفتره اللي فاتت لخروج كل اللاعبين المنافسين على الميداليات في الملاكمه، لغايه النهارده عبد الرحمن عبد الجواد ويوسف حافظ عملوا ميداليتين في الملاكمه في وزني 81 وزائد 91. النهارده يعني كل اللاعبات تألقت، ولكن ياتي في مقدمتها طبعا رفع الاثقال اللي عملت 6 ميداليات ذهبيه، 3 منهم للبطله المتالقه بتاعتنا نجمه يعني رفع الاثقال، وثلاثه برضه حققهم منذ قليل محمد عبد العليم في وزن 91. يعني 6 ميداليات ذهبيه في رفع الاثقال رفعت المجموع الاجمالي لرفع الاثقال الى 18 ميداليه. 18 ميداليه في رفع الاثقال بس. بانطلاق الدوره اللي رفع الاثقال يعني 30 ميداليه ذهبيه، فاحنا بال 18 دول بقينا 12 ونوصل للرقم اللي انا يعني توقعته باذن الله، هنوصل لرقم 30 ميداليه ذهبيه في رفع الاثقال. طب دكتور طارق، رفع الاثقال تألقت، والريشه الطايره ايضا دوري السيدات تألق خد ميداليه ذهبيه، محمد صفا في التنس فاز بميداليه ذهبيه. الحقيقه النهارده كان عندنا 5 ميداليات في الاجهزه على المستوى الفردي في الضباط، عارفين ان في 10 اجهزه رجال وسيدات، 4 اجهزه سيدات و6 اجهزه رجال، فالنهارده كان في منهم 5 ميداليات كنا بنطلع في اللعب عليهم على الميداليات الذهبيه، فمن اصل الـ5 اجهزه اللي لعب عليهم النهارده خدنا 3 ميداليات ذهبيه الحقيقه في الزنبار، وده كان انجاز جيد جدا، غير طبعا ما تحقق في باقي اللاعبات اللي يعني تألقت 20 ميداليه ذهبيه النهارده، حاجه عظيمه جدا للبعثه المصريه. ما يتبقى فقط من ارقام قياسيه ممكن البعثه توصل ليها هو اننا نوصل لاكبر عدد من الميداليات الذهبيه في فريق دوري الالعاب الافريقيه. هذا الرقم هو 85 ميداليه ذهبيه، احنا 79 دلوقتي، يعني فاضل لنا 6 ميداليات ذهب ونوصل الى اكبر عدد من الميداليات في تاريخ دوري الالعاب الافريقيه سواء على مستوى الذهب او على مستوى الجنوب. طيب دكتور طارق، مصر شاركت بكم لعبه في الاولمبيات في الالعاب الافريقيه في الرباط؟ وهل في لعبه حتى هذه اللحظه لم تحقق ميداليه، ولا كل الالعاب اللي شاركنا فيها حققنا فيها ميداليات؟ شوف، هو طبعا عدد الرياضيات بشكل عام 405 فرد طبعا ضد التجاريين ورؤساء الاعداد والممثلي مصر في الاتحادات الافريقيه وممثلي مصر في الكوجا اللي هي اللجنه المنظمه لدوري الالعاب، لكن عدد اللاعبين فقط 283. تمام. 283 لاعب. النهارده برفع الاثقال للست ميداليات ذهب اللي خدناهم وصلت الى 18 ذهبيه، اصبحت رفع الاثقال هي اللاعبه الاكثر تحقيقا للميداليات لمصر سواء الميداليات الذهبيه او مجموع الميداليات بشكل عام. ياتي برضه بعد رفع الاثقال السباحه اللي عملت في 40 ايفنت على 14 ميداليه ذهبيه. ما شاء الله الاعداد كلها بتحقق ميداليات، كل الاعداد اللي بتشارك فيها مصر حقيقه سواء على مستوى حتى العاب القوى اللي احنا ما كانش لينا فيها قوي عملت ميداليات النهارده. اكيد كبير كويس. المستويات المختلفه سواء في مسابقات الرمي او في مسابقات السرعات،
عملنا الحقيقه فيها ميداليات النهارده. ريشه الطايره عملت النهارده ميداليات. التايكوندو يا دكتور طارق النهارده متالق في ثلاث ميداليات ذهبيه. دكتور طارق التوازن وفي حركات الارضيه سيدات وفي المتوازي سيدات، كل دي ميداليات حققت. النهارده دينا مشري عملت ميداليه ذهبيه في تنس الطاوله في الفردي السيدات. يعني كل الانجازات اللي حققت النهارده على فكره الحقيقه في كل اللعبات مفيش ولا لعبه مصريه، حتى الكانويه والكياك وهي لعبه حديثه اول امس جابت ميداليه برونزيه والنهارده جابوا ميداليه فضيه وبرونزيه. يعني حتى الكانويه والكياك بيحققوا ميداليات بجانب السلاح طبعا اللي تالق النهارده برضو عمل ميداليات. تمام دكتور طارق الادور، انا بشكرك شكرا جزيلا على كم هذه المعلومات واخبار سعيده للبعثه المصريه. نتمنى يا ربي ولو 10% بس منهم في اولمبياد طوكيو تبقى حاجه عظيمه جدا. بشكرك دكتور طارق، واستاذ عصام تعليقك على هذه الارقام المميزه. انا مصر زي ما بقول لك هذه الارقام تؤكد ان العيبه عيبه عدم الاهتمام بادارات محترفه وبالعلم ببساطه شديده. مع اول ملمح للعلم هتلاقي فيه تفوق، لانه الانسان المصري دي طبيعته، ولانه ربنا سبحانه وتعالى وهب هذا الوطن في كل اجزائه على خريطته كامله كل انواع المناخ، وبالتالي يخرج لك من هنا جلد ومن هنا سرعه ومن هنا بوكس ومن هنا تركيز ومن هنا ذكاء ومن هنا موهبه ومن هنا مهاره. وبالتالي 100 مليون بني ادم لازم يطلع منهم حالات اكيد، لكن اين العلم؟ اين الاحتراف؟ لا كمان في نقطه ايجابيه جميله جدا، انت في دوره العاب الافريقيه في العاب دكتور طارق بيقول لك ما كناش متوقعين وما كانش بيتحقق، العاب القوه ورفع الاثقال دايما الالعاب دي في دول افريقيا لما بتروح اولمبياد اصلا سواء في طوكيو او في اتلانتا او الدورات السابقه كانت بتحقق في الالعاب دي ميداليات كتيره بالذات رفع الاثقال او لا رفع الاثقال احنا على طول اوناش بتاعتنا جامده، هو بس بعض الاضافات ان انت بتزود حجم الممارسين وبالتالي بترفع عدد اللاعبين المشاركين. لكن احنا في العاب القوى لازلنا بعيد، لانه لازال هناك من يؤكد احنا مش بتوع جري 100 متر. مين اللي قال لك؟ مين اللي قال لك يا جدع؟ ليه بيقول لك كده؟ في دي ومع ذلك احنا جايبين مش ممكن ما انا بقول لك مش ممكن يعني. وبالتالي هذا هو ما نحتاجه، وهذا هو ما سنخاطب الدوله، واللي مش هيعمل كده هنشتكي للدوله، لانه الدوله اعلنت ارادتها. الدوله تريد مصر التي عادت بعنوانها 2013 مصر الجديده، خش مين تلاقي هذا الوطن. طيب موضوع سهل اكيد. طيب. كلمه اخيره اخدها منك متعلقه بالنادي الاهلي، ايه اللي تحب تقوله في اللحظات دي بالنسبه للنادي الاهلي وتحديدا بالنسبه لجمهور النادي الاهلي في الملف القادم بالنسبه للجهاز الفني او القادم بالنسبه للمشوار المحلي او المشوار الافريقي؟ جمهور النادي الاهلي مش محتاج كلام من حد، جمهور النادي الاهلي هو حصنه، جمهور النادي الاهلي هو ثروته. كل كبار جمهور الاهلي ابا عن جد، لانه دي في كل الانديه بيبقى ابا عن جد، لا يمكن الا نادرا انك تكون في اسره حمراء وتخرج عنها او بيضاء وتخرج عنها. وبالتالي كانت دائما الصيحه من التتشي لصالح سليم لكابتن حسن لكابتن خطيب وفي الوسط الكل، يعني انا بقول على محطات عظمى كان الكل بيقول جمهوره وحماه، والنادي الاهلي اذا كان هناك من يملكه فهو ملك جمهوره. جمهوره العظيم ده طبعا لازم يظل على يقينه انه كل حاجه كويسه موجوده وهتحصل. استاذ عصام انا بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق ليك يا رب وللكره المصريه والرياضه المصريه بشكل عام في الفتره يا الجاية. رب يا رب يا رب دعواتك باذن الله الجاي احسن باذن الله. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، ونلتقي على خير باذن الله في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي الليله.